يا مساء الفل، يا مساء الجمال. اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من الحريف. النهارده في الجزء الثاني من الحريف هكون مشرفنا منورنا الكابتن عماد النحاس، نجم النادي الاهلي والمدير الفني السابق لاسوان. هنتكلم في كل حاجه ليها علاقه بكل تاكيد بالدوري المصري الممتاز. ده هيكون في الجزء الثاني النهارده من الحريف. طيب، النهارده كان في ماتشات في بطوله كاس مصر. نادي الاهلي اكتسح الالومنيوم بست اهداف نظيفه. انا بس عايز اقف عند يعني كام نقطه مهمه جدا. كابتن حسام بدري، يمكن كنا قلنا لحضراتكم القصه دي قبل كده، ان كابتن حسام هيجرب كل اللعيبه. النهارده فرصه مجانيه لكل اللعيبه اللي كانت موجوده، اذا كنا بنتكلم على اكرم توفيق، اذا كنا بنتكلم على حمدي زكي، اذا كنا بنتكلم على رامي ربيعه. ماتش سهل، ماتش حلو، يفوق ويصيط اي لعيب، عشان بس نبقى منصفين. الحقيقه ان كل لعيبه النادي الاهلي النهارده لحد كبير استفادت من الفرصه. لكن خلونا نقف شويه عند عماد متعب. كل اللعيبه انا بقول لحضراتكم، اذا كان حمدي زكي هياخد اعتقد من كابتن حسام بدري هيديله في الفتره اللي جايه مع الظهور اللي كان لائق اليوم. بعتقد برضه نفس القصه بالنسبه لصالح، نفس الامر بالنسبه لاكرم توفيق. كل ده من مصلحه النادي الاهلي ان هو يبقى مجهزه ويبقى موجود معاه ويبقى في الصوره. انما هفضل بس اقف دايما عند عماد متعب. عماد متعب دي النسخه الاخيره لافضل مهاجم مصري سوبر. يعني معلش انا اسف جدا في الكلام اللي انا بقوله، تتفق او تختلف، عماد متعب اخر نوعيه جت من النوعيه دي، يعني اخر حاجه ومفيش بعد كده في حاجه شبهه. يعني تتفق بقى تختلف، عماد متعب يبطل لا ما يبطلش، يعتزل لا هو كده خلص كوره لا ما خلصش كوره، يا سيدي ده ماتش سهل، ماتش الالومنيوم، اصل ماتش مش عارف كذا، قول عم زي ما انت عايز يعني، واختلف زي ما انت عايز، بس هيفضل عماد متعب اخر حاجه بعد الكابتن حسام حسن كده، النوعيه اللي هي المهاجم اللي مفيش زيه، المهاجم السوبر، المهاجم اللي في كل حته بيبقى متواجد، الفترجي بمعنى اصح، بيجيب اجوان بظهره، يجيب اجوان بوشه، يجيب اجوان في نفس في اي توقيت، في اي توقيت عماد متعب بيقدر يبقى موجود. قعدوا على الدكه ان شاء الله، يا رب تقعدوا دور كامل، هينزل برضه هيجيب اجوان، في ماتش صعب بيجيب اجوان، في ماتش سهل بيجيب اجوان، هيفضل عماد متعب هو عماد متعب، محتفظ برونقه، محتفظ ببريقه. مش بقول الكلام ده الحقيقه مجامله لعماد على الاطلاق، لانه لا عماد محتاج حد يجامله، ولا تاريخ عماد محتاج كلمتين هيضيفوا له حاجه، هو مش محتاج حاجه من الكلام ده كله، خلاص التاريخ اتعمل، التاريخ اتكتب، وتاريخ عماد موجود، والناس كلها تقدر ترجع له، الناس كلها تقدر تشوفه عمل ايه، سواء لمنتخب منتخبات مصر، مش منتخب مصر بس الكبير، منتخبات مصر او حتى للنادي الاهلي. عماد كل مره بيثبت انه واحد من افضل المهاجمين اللي موجودين في مصر، كل مره بيقول للناس انا في الصوره مهما حصل ومهما غاب ومهما ما كانش موجود ومهما اتقال عليه ومهما اتضغط عليه ومهما خرج من بره الاطار بكل الطرق، هيفضل عماد متعب هو واحد من افضل المهاجمين اللي جم مصر، والنوعيه اللي ملهاش شبيه. بعد عماد متعب احنا ما عندناش نفس الشكل، عندنا يمكن مهاجمين تانيين باسماء تانيه وباساليب تانيه وناجحين جدا وهيلين جدا، لكن عماد متعب هيفضل اخر النوعيه السوبر اللي جت مصر، النوعيه اللي من بعد الكابتن حسام حسن كده، النوعيه اللي هتفضل طول الوقت تتكلم عنها وتفتكر تاريخها وتفتكر شكلها وتفتكر ادائها وتفتكر ما قدمه لمنتخب مصر او حتى ما قدمه للنادي الاهلي. النهارده كانت تجربه مهمه، هاتريك مهم جدا لعماد متعب، هاتريك بيحطه مره تانيه قدام الكابتن حسام البدري وقدام جماهير النادي الاهلي، وبيرجعه تاني علشان يبقى موجود وقادر. عماد قادر، اقادر بشكل كبير جدا، هو بيقول كده في ارض الملعب بيقول كده، وبرضه هفضل اقول الكلمه معلش، مش علشان الماتش بتاع النهارده او ماتش الالومنيوم والناس تتكلم ان ماتش الالومنيوم قد يكون مباراه سهله، هي مباراه سهله ما فيهاش جدال، هي مباراه سهله، بس في نفس الوقت هو عماد متعب ده اللي هو ده الموسم اللي فات لما كان بياخد كان بيسجل في اي وقت في اي توقيت، فاكر ولا ناسي؟ في الثواني الاخيره. النهارده اكتر واحد هيبقى مبسوط بده، اكتر واحد هيبقى النهارده مبسوط هو الكابتن حسام البدري، اكتر واحد مبسوط ان عنده فرقته كلها دلوقتي بقت بتظهر بمستوى كويس هو الكابتن حسام البدري. محتاج ايه تاني اكتر من كده؟ كل العناصر اللي ما بتلعبش النهارده كلها اشتركت. بتكلم مع حد يعني من جماهير النادي الاهلي، هو جماهير النادي الاهلي بيسالني على اسماء لعيبه مش عارفها، يعني مش عارف مين اللعيبه اللي موجوده في النادي الاهلي دي من كتر في لعيبه كتير وما شاركتش. فالنهارده الفرصه كانت ببلاش واستغلها مجموعه كبيره جدا من النادي الاهلي،
وفرحه كابتن حسام البدري بكل المجموعه اللي كانت موجوده. النهارده سموحه نجا من نتيجه كانت ممكن يعني تبقى بالنسبه له ازمه كبيره جدا جدا. وفاز على المريخ بثلاث اهداف مقابل هدفين. بتروجيت فاز على الاسيوطي بهدف دون مقابل سجله شميلس بيكلي. وام بي فاز على الفيوم بهدفين دون مقابل عمرو مرعي في الدقيقه 26 وفي الدقيقه 33. وصعد ام بي كده لملاقات الاتحاد السكندري في دور ال 16 بعد فوز الاتحاد امبارح على السكه الحديد 3-1. ده بالنسبه للماتشات بتاعه كاس مصر. منتخب مصر ال 36 عالميا والرابع افريقيا. ده اخر مركز بينهي بيه منتخبنا الوطني الاول لكرة القدم عام 2016 في المركز رقم 36 عالميا. منتخب الحقيقة يعني كان متقهقر جدا بعد كانت سلسلة من النتائج غير الموفقة، لكنه في الفترة الأخيرة بدأ يظهر له شكله، بدأ يبقى موجود في ترتيب بشكل كويس. المنتخب حافظ على المركز بتاعه اللي هو المركز 36 واللي جه في نفس الشهر اللي فات بنفس كده الترتيب، والمركز الرابع افريقيا. وصل المنتخب المصري ل 719 نقطة بمعدل 421 نقطة خلال العام، وده الأفضل لهم في السنوات الأربع الأخيرة واللي تأخر فيها ترتيب الفراعنة زي ما كنت بتكلم مع حضراتكم. منتخبات زي السنغال وكوديفوار وتونس هي بس اللي تفوقت على منتخب مصر بعد ما جه التلاتة دولت في المركز ال 33 وال 34 وال 35 على الترتيب. عربيا جه منتخب مصر الثاني بعد تونس في الوقت اللي جه فيه منتخب الجزائري الثالث في المركز ال 38، وبعدين منتخب السعودي الرابع في المركز ال 54، والمنتخب المغربي خامسا في المركز ال 57. بالنسبه بقى للامور العالميه ايه الدنيا مشيت ازاي؟ الارجنتين ما زالت في الصداره، يعني صراع الصداره انهى منتخب الارجنتين لصالحه على الرغم من النتائج السلبيه اللي كان عملها في تصفيات كاس العالم العام ده. ثم البرازيل في المركز الثاني، والمانيا بالمركز الثالث، وتشيلي في المركز الرابع، ومنتخب بلجيكا في المركز الخامس. شوفوا بقى مفروض ان شاء الله باذن الله رسميا معسكر المنتخب هيبتدي اول يناير مقبل باحد فنادق القاهره، والتدريبات باذن الله حدد ليها ان هي تكون على استاد القاهره. وكوبر هيمنح لعيب المنتخب راحه لمده 48 ساعه قبل السفر للجابون. قرر ان هم هيكتور كوب مدير فني منتخب مصر قرر انه يدي اللعيبه راحه كده لمده 48 ساعه يوم 11 ويوم 12 يناير قبل ما ان شاء الله باذن الله بعثه منتخبنا الوطني تغادر الى الجابون على متن طائره خاصه يوم 13. ده علشان اللعيبه برضو ايه هيبقوا قاعدين معسكر طويل وراجعين كمان من بطوله الدوري، فإلى حد كبير طبعا كانت هتعمل يعني نوع من انواع الرتابه والملل. يعني الاماراتي يعقوب حمادي هو اللي هيدير لقاء مصر وتونس وديا. اتحاد الكوره استقر خلاص بشكل يعني نهائي على طاقم حكام اماراتي لاداره مباراه منتخب مصر وتونس الوديه المقرر ليها يوم 8 يناير خلال معسكر المنتخب ده، طبعا استعدادا للبطوله الافريقيه. فيما يتعلق بالحضور الجماهيري حصل زيادة، احنا كنا بنتكلم في 5000 هيبقى 10000. وتخيل انه كل ما الوقت ما يقرب شوية ماتش يوم 8 يناير كل ما يقرب، وكل ما كمان اذا مباراة القمة اتلعبت في ميعادها، اخر التأكيدات بتقول ان هي في ميعادها بس الله اعلم اذا كانت فعلا هتلاقي في ميعادها ولا لا. اصل الكلام كتير جدا جدا لحد دلوقتي الحقيقة، رغم التأكيدات انا هو امين جدا في النقل للكلام رغم التأكيدات، انما في كلام كده عمال يتقال في الكواليس والواحد برضو ايه يعني مش مرتاح لفكره ان مباراه القمه هتلاقي في ميعادها من عدم ولا لا. بس ما علينا، الرسمي ان مباراه القمه في ميعادها، الرسمي ان مباراه القمه في ميعادها. وزير الرياضه بيخطر اتحاد الكوره بحضور الجمعيه العموميه. المهندس خالد عبد العزيز كان اخطر اخطر اتحاد الكره بحضوره للجمعيه العموميه. حضراتكم عارفين ان الجمعيه العموميه ان شاء الله باذن الله احنا كنا اتكلمنا في تفاصيلها مع حضراتكم اول امبارح، كنا اول الناس اللي قلنا لكم جدول الاعمال واللي هيتعلق طبعا بتعديل في لائحه النظام الاساسي. فوزير الرياضه هيبقى موجود ان شاء الله باذن الله لالقاء كلمه امام الجمعيه العموميه، يا رب خلال الكلمه دي يعني يبقى فيه تنبيه وتشديد على انه الجمعيه العموميه دي
الجمعية العمومية دي والله والله كمان مرة، الجمعية العمومية دي على مسؤولياتها يعني مهام جسام الجمعية العمومية تحديدا بتاعت الاتحاد المصري لكرة القدم. الناس دي ال 233 نادي ومركز شباب، انتوا اللي بتديروا وانتوا اللي بتمثلوا طموحات الشعب المصري. اوعوا تستقلوا بكلمتكم، واوعوا تستقلوا برايكم، واوعوا تستقلوا بصوتكم. انتوا اللي بتديروا الكوره مع اتحاد الكوره، انتوا اللي بتفرضوا عليه الصح وانتوا اللي بتفرضوا عليه الغلط، انتوا اللي بتسمحوا بانه يا اما يمشي في الاتجاه السليم او يمشي في الاتجاه الخطا. ال 233 نادي اعضاء الجمعيه العموميه للاتحاد المصري لكره القدم، نادي ومركز شباب، ربنا هيحاسبكم على كل كلمه انتوا بتعملوها، هيحاسبكم على كل قرار انتوا بتاخدوه عشان اتحاد الكوره ده، يا اما يمشي صح يا اما يمشي غلط. اوعوا تنسوا الموضوع ده، لانه إذا كنا بنتكلم على شعب مصر على لعبة الشعبية الأولى، إحنا اللي هو إحنا المواطنين يعني لا نملك أي قرار أو اختيار في موضوع اتحاد الكورة. تاني، إحنا لا نملك أي قرار أو اختيار، إحنا مجرد متابعين ومشاهدين، لا بنقدر نتدخل في انتخابات ولا عندنا صوت جوه الانتخابات، ولا إحنا اللي بنختار اتحاد الكورة، ولا إحنا اللي بنبقى موافقين على اتحاد الكورة، إحنا مشاهدين فقط. مين اللي بيمثلنا؟ حضراتكم اعضاء الجمعيه العموميه، انتوا اللي عليكم عامل كبير جدا. خلاص تم اختيار هذا المجلس وان شاء الله باذن الله ربنا يكتب له النجاح. ايه المطلوب؟ المطلوب ان انتوا في اجتماعات الجمعيه العموميه تراعوا ربنا قدر المستطاع في كل كبيره وكل صغيره، وما تعدوش حاجه، لا حاجه ليها علاقه بالميزانيه ولا حاجه ليها علاقه بتعديل اللائحه. خلي صوتكم مسموع وهتلاقوا الناس كلها واقفه ورا ظهركم، انتوا بتمثلوا قطاع كبير جدا جدا من المهتمين بكره القدم. اتحاد الكرة بيستقر على تشكيل لجنة التظلمات، وده على فكرة من ضمن الأمور اللي محطوطة على جدول الأعمال، لجنة التظلمات أو لجنة الاستئناف حسب ما يعني ما بيشار إليها. استقر المجلس على تشكيل لجنة التظلمات برئاسة السيد عادل الشرباجي بدلا من المستشار ضياء الدراجلي. هيعتمد التشكيل خلال اجتماع الجمعية العمومية اللي قلنا لحضراتكم عليها. اخر خبرين عندي في الجزئيه دي قبل ما اروح لفاصل، الكاف بيستبعد محمد صلاح من المنافسه على جائزه افضل لاعب في افريقيا، وهقول لحضراتكم الاسماء دلوقتي اللي كانت موجوده. محمد نجم من نجوم كره القدم المصريه، وان شاء الله باذن الله اللي جاي بالنسبه له هيبقى كويس جدا. يعني الكاف كان اعلن عن قائمه قصيره خلال الفتره اللي فاتت دي، كانت مكونه من خمس لاعبين. الخمس لاعبين دول اللي هم بيير اوباميانج الجابوني ولاعب بروسيا دورتموند، ورياض محرز الجزائري ولاعب ليستر سيتي، ساديو ماني نجم السنغالي وليفربول، ومحمد صلاح طبعا، واسلام سليماني الجزائري نجم ليستر سيتي. الكاف اليوم اعلن الخميس القائمه الاخيره اللي بتضم بتضم ثلاث لاعبين فقط اللي هم اوباميانج ورياض محرز، وتم استبعاد صلاح و اسلام سليماني، ومعهم يبقى رياض محرز واوباميانج وساديو ماني، دول هم الثلاثه اللي القايمه الموجودين في القايمه الاخيره. كمان اعلن الكاف عن القايمه النهائيه لافضل لاعب داخل القاره اللي ضمت كل من خاما بيليت الزيمبابوي نجم ماميلودي سان داونز، ورينفورد كالابا نجم تيبي مازيمبي، ودينيس اونيانجو لاعب سان داونز. وهيتم الكشف طبعا عن الفائزين في حفل الجوائز اللي بيقام يوم 5 يناير في ابوجا في نيجيريا. يعني مباراه القمه اهم حاجه بالنسبه للناس هو انه بقى في حكم قوي، فعلى حسب يعني الاخبار المهمه اللي جات لنا في الجزئيه دي، رشفان ارماتوف وده واحد من حكام من افضل حكام العالم الحقيقه، حصل مخاطبه ليه وكلمه كابتن عصام عبد الفتاح او عن طريق المراسلات كابتن عصام عبد الفتاح رشحه ان هو يبقى موجود. على فكره سبق له اداره 9 مباريات في بطولتي كاس العالم 2010 و2014. هناخد فاصل وبعد الفاصل مستمرين مع حضراتكم في الحرب. في بنود هيتم مناقشتها، نتمنى طبعا الانديه تيجي كلها وانها تشارك وتشارك ان هم يكونوا جايين قارين البنود اللي هم عايزين يناقشوها. اتمنى ان الجمعيه تمر بحيث ان نخرج منها بنتائج جيده وبقرارات جيده، لان ده كله في الاخر لمصلحه الانديه ومصلحه الكره المصريه.
ما شاركتش في النقاط اللي هيتم مناقشتها في الجمعيه بكره بسبب السفر او بسبب ان هو ما حدش بعت لي او ما حدش عرض عليا، لكن انا ما اعتقدش انها تحط بند 8 سنوات. انا ما اعتقدش يعني مش ما اعرفش، لكن ما اعتقدش انها تحط. لا انا طبعا انا مش مع ان بند 8 سنوات، يعني لابد ان يكون موجود بند 8 سنوات. مباراه الاهلي والزمالك انا عاوز الناس يعني دي مباراه يعني احنا بنتفرج على الاهلي والزمالك يا مرتين يا ثلاثه في السنه، فيعني الاعلام هو اللي بيكبر الامور، ويمكن موضوع تاجيل المباراه من عدم تاجيلها مشكله الحكام، هل يبقى في حكام اجانب ولا حكام مصريين، هو ده يمكن العمل النوع من البلبله او نوع من الاهتمام الزايد بالمباراه. هي مباراه عاديه من الاهلي والزمالك، طبعا بلا شك ان جماهيريه الاهلي وجماهيريه الزمالك بيبقى ليها دور في اهميه المباراه، لكن اتمنى ان هي مباراه تمر على خير، اللاعبين كلهم اخوات، والفرقه اللي تلعب احسن تكسب، والمباراه تمر بسلام. انا مع ان نظام البطوله لازم يمشي زي ما هو، طالما انت ارتضيت النظام لازم تكمل بيه للاخر، مش انت مفيش نادي عاوز يستفيد بكل حاجه، يعني في انديه سجلت 30 وفي انديه سجلت 29، استفادت بالكلام ده؟ اه، لقوا ان من ال 30 دول او من الخمسه او من 29 دول ناس لعيبه ما تصلحش، لعيبه قاعده على الدكه على طول، خلاص ده مسؤوليتهم هم او مسؤوليه المدير الفني او مسؤوليه مجلس الاداره اللي تعاقد من غير دراسه. في انديه ثانيه ادخرت عدد من المقاعد، في ناس سجلت 24 وناس سجلت 25، يبقى خلاص يبقى انت ليه عاوز تساوي اللي هو يعني ما رضيش يكمل قائمته واتدخر وقال لك استنى علشان يناير بواحد عاوز يستفيد بكل حاجه؟ لا طبعا انا ضد تغيير نظام المسابقه. طبعا في حكام مصريين قبل كده اداروا مباريات الاهلي والزمالك، وفي مباريات نجحت وفي مباريات ما لم تكمل. بصرف النظر عن المبلغ هو ايه، لكن انا شايف ان الجو اللي احنا فيه ده يفضل انه حكم اجانب. لسه مستمرين مع حضراتكم في الحريف، وكان ده نوع من انواع القاء الضوء برضو على الجمعيه العموميه اللي هتقام يوم الجمعه باذن الله، واللي ذكرنا ليه حضراتكم فيها البنود اللي هتكون موجوده ان شاء الله. نروح لاخبار النادي الاهلي. عمرو جمال النهارده بيعود للتهديف مع الاهلي بعد 253 يوم، وعماد متعب هو الاخر بيسجل بعد فتره غياب استمرت ل 130 يوم. عمرو جمال النهارده كان برضو من ضمن العناصر المميزة للغاية، أحرز أهداف الأهلي أو هدف للأهلي لأول مرة في مباراة الألمونيوم بعد فترة غياب طويلة جدا استمرت ليه زي ما حضراتكم شايفين كام 253 يوم. كان آخر هدف سجله يوم 9 ابريل اللي فات في مباراه يانج افريكانز التنزاني بالبطوله الافريقيه، لذلك مباراه الكاس كلها مكاسب بالنسبه للنادي الاهلي. عمرو جمال كان عمل زي معظم اللعيبه لما العمليه يعني بتبقى صعبه شويه تبقى قافله شويه، كان دبح في الفتره اللي فاتت قبليها مروان محسن عملها، خالد قمر عملها، مجموعه كبيره جدا جدا من نجوم الكرة القدم المصريه عملوها الحقيقه خلال الفتره اللي فاتت 130 يوم. كمان عماد متعب كان صايم عن التهديف، واتكلمنا الحقيقه عن عماد وادينا له حقه بما فيه الكفايه، مكاسب كتير جدا جدا في مباراه النهارده نعرفها من كابتننا الكابتن سيد معوض مدرب النادي الاهلي. يا كابتن سيد اهلا وسهلا بيك والف مبروك. ربنا يخليك، ازيك يا ابراهيم عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ ودخل معاك انت اهو عشان ما تزعلش. لا يا عم بقى بس على الهوا بقى وتقول مش عارف ايه بقى وماشي. انا حبيبي ماشي يا نجم. عامل ايه اخبارك ايه؟ حبيبي عارف طبعا، عارف يا كابتن طبعا، انا يعني احنا بنهزر مع بعض، انت ليك قيمه وليك معزه كبيره جدا عندنا يا كابتن سيد. ربنا يخليك. ربنا يخليك ابو كابتن. خليني اسالك النهارده على المباراه والمكسب النهارده 6 اهداف، عوده لعماد متعب، ظهور متميز تقريبا لكل لعيبه النادي الاهلي اللي ما كانتش اخذت فرصتها. قلت في المقدمه انه اكتر واحد مبسوط النهارده هو كابتن حسام البدري، اكتر واحد سعيد هو الجهاز الفني للنادي الاهلي انه بقى كل اللعيبه دي جاهزه دلوقتي وحاضره وموجوده. اه طبعا الحمد لله، يعني طبعا مكسب كويس. الحاجه المهمه بالنسبه لك ابراهيم ان انت يعني باي عدد من اللعيبه باي اشخاص موجودين انت السيستم بتاعك ماشي بالشكل اللي انت عايزه. الحمد لله الاداء النهارده اداء كويس بغض النظر عن المنافس طبعا نادي الالومنيوم، انما النهارده اللعيبه كلها الحمد لله، اللعيبه حتى اللي لعبت وقت قصير
اللي نزلت التغييرات كلهم، لا في حاجة عندهم يعني، اللعيبة عايزة تعمل حاجة، كل واحد عايز يبين نفسه بمعنى أصح، وده في صالح الفرقة. أما يكون في منافسة ده شيء بيبقى إيجابي جدا يعني، بيعلي حتى مستوى اللعيبة اللي ممكن كانت غايبة النهاردة أو كانت مريحة النهاردة. مين من العناصر النهاردة اللي انت شفتها بالنسبة لكم يعني أدائها مرضي جدا وكمان يشي بأنه هيبقى موجود معاكم في الفترة اللي جاية يا كابتن سيد؟ لا هو كده كده كل اللعيبة دي موجودة معانا يعني، موجودة معانا هو، والتنافس موجود من أول السنة يعني، اللي بيلعب بتبقى وجهة نظر فنية وعلى حسب اللقاء اللي انت بتلعبه يا ابراهيم محتاج مين في الوقت الحالي، وده اللي بيحقق لك كان يعني. الحمد لله احنا ماشيين بشكل كويس، النتائج كلها إيجابية، بتحقق مكاسب كبيرة. انما انت انا سامعك كنت بتقول مكاسب المباراة النهاردة، ما اعتقد ان مكاسبها كبيرة جدا بالنسبة لنا، اهمها ان انت السيستم بتاعك ماشي بشكل كويس. حتى دي نقطة مهمة على فكرة، دي نقطة مهمة انه الشغل اللي الفني اللي انت عامله بتغيير العناصر هو موجود، ما حصلش فيه تغيير وما حصلتش ازمة في ارض الملعب بمعنى اصح يعني. وبكل امانة ابراهيم النادي الاهلي كان محتاج يرجع للشخصية بتاعته، الشخصية بتاعته اللي هي فرقة جماعية بتلعب بغياب اي حد بمعنى اصح يعني. فاعتقد ان الحمد لله النادي الاهلي في الطريق للعودة للسيستم اللي احنا كنا ماشيين عليه من اول السنه. مش علشان انت معايا يا كابتن سيد، بس الحقيقه يعني هو النادي الاهلي حتى الان هو افضل فرقه بتلعب كوره هجوميه وافضل فرقه بتلعب كوره جماعيه، ويكفي العدد اللي انتوا بتخشوا بيه منطقه جزاء الخصم يعني. دي نقطه يمكن مش كل الناس تاخد بالها منها، النادي الاهلي عنده وفره في اللعيبه وقت الـ الهجوم بتاعه، عنده وفره من اللعيبه اللي موجودين داخل ال 18 الخصم، دي مش بتتاح لاي حد يعني، او تنفيذ ده مش بيبقى متاح لاي حد، ده شغلكم الحقيقه يعني. والله يا ابراهيم زي ما انت بتقول ده شغل مجازي فني، بس برضه الادوات هي اللي بتساعدنا. اللعيبه اللي بتنفذ الكلام ده كله يعني، اللعيبه بصراحه من اول السنه ماشيين بشكل كويس، بينفذوا اللي بيتقال لهم او معظم اللي بيتقال لهم. اكيد بيبقى عندك سلبيات وده شيء طبيعي في الكوره يعني، مش هتوصل لنسبه 100%، بس الاهم ان انت تقلل من السلبيات بتاعتك وتبقى عارفها، حتى وانت كسبان تبقى عارف ان عندك سلبيات. فاحنا عارفين يعني الحمد لله احنا عايشين الواقع بتاع فرقتنا اليوم بيومه يعني، عارفين ايه مشكلتنا اللي بتحصل الماتشات كلها، بتفرج قبلها وبعدها وبنقيم كل لعيب على حسب اداء وعلى حسب الوقت اللي هو فيه. لا فالحمد لله يعني الامور ماشيه زي ما قلت لك بشكل كويس، ونتمنى ان شاء الله ان هي تستمر. كابتن سيد حضرتك ما كنتش بعيد خالص عن ارض الملعب يعني، قريب جدا كنت واحد من نجوم الفرقه ديت، فرقه النادي الاهلي، وبالتالي شعورك باللعيبه الكبيره موجود. فالنهارده انت بتشوف واحد زي عماد متعب، هو من كباتن مصر وكباتن النادي الاهلي، بيعود للتهديف برضه بين قوسين، انا عارف ان المباراه سهله ولكنها مفيده جدا جدا بالنسبه لواحد زي عماد متعب، تحطه في الصوره مره تانية. عماد متعب طبعا قيمه كبيره جدا، ويعني اما يجيب 3 جوان النهارده في الوقت اللي هو لعبه اكيد حاجه مميزه بالنسبه لنا. خلي بالك انت بتفرح بكل اللعيبه، أيوة. بس برضه اللعيبه الكبيره بيبقى ليها الطبيعي جدا في الكوره يعني، هشام غالي، عماد متعب، كل اللعيبه الكبيره اللي موجوده في النادي طبعا انت حابب ان هم يكونوا في اعلى مستوى ليهم واعلى فورمه، وكلنا فرحنا لما شريف كرامي رجع لمستواه، اما اللعيبه الكبيره رجعت تاني، ده بيدي لك ميزه كبيره جدا ان يبقى عندك خبرات موجوده كلها بتساعدك. متعب انا شايف النهارده الحمد لله يعني اداء كويس زي ما انت قلت، بغض النظر عن المنافس. احنا مش المشكله ان انت المنافس اللي بتلعبه طيب، المشكله في حالتك انت تبقى عامل ايه. بالظبط كده، تلعب منافس سهل وانت ما تبقاش في حالتك. بالظبط، الحمد لله يعني. يمكن حتى انا اضرب لك مثلا، ممكن مباراه او اثنين وسط الدور الاولاني، يمكن لعبنا اسوان ولعبنا طنطا، يمكن دول اقل مباريات احنا اديناها السنه دي خلال الموسم، وكان ادائنا بالنسبه لنا احنا ما كانش مرضي. انما النهارده لا يعني، حتى بغض النظر عن المنافس وحالته، لا اهم حاجه على حاله لعيبتك انت تكون كويسه وباينه في الملعب. انا هضرب لك مثل بالتغييرات، حالتهم حتى يعني ميدو لما نزل، ميدو جابر ومتعب وصبر رحيل، لا حالتهم كويسه، ناس نازله عايزه تعمل حاجه، عايزه تأدي بشكل كويس. طب اكد لي المعلومه دي او انفها لي، انا سمعت ان انتوا حتى كمان المستبعدين بتمرنوا تمرين قوي يعني، مش زي ما كان بيحصل قبل كده انه اللعيبه المستبعده يعني تمرينهم بيبقى تمرينه خفيفه ما بيبقاش حد مركز معاهم. سمعت انه لا، في الاهلي اللي انتوا بتعملوه دلوقتي مع كابتن حسام بدري بيديهم تمرين زيهم زي اللعيبه اللي هو محتاجها يعني. لا يعني انا اقول لك ان احنا كل
اما بنروح المعسكر احنا بنروح المعسكر قبلها بيوم بنرجع 4 أو 5 من الجهاز الفني بنرجع نمرن اللعيبه المستبعدين. لا لا احنا الحمد لله الامور كلها يعني زي ما قلت لك في اهتمام كبير جدا يا ابراهيم. يعني انت مهتم بتهتم حتى باللعيبه اللي بره اللي مش معاك مثلا في مباراه زي النهارده، لا لازم تمرنهم بشكل ايجابي، يعني ياخدوا نفس الحمل على المباراه نفسها بحيث ان انت اي حد تحتاجه بعد كده يكون جاهز. يعني حتى ده سيستم ماشيين بيه من اول السنه. يعني كل يوم مباراه الصبح بيبقى فيه تمرين للناس اللي مش موجوده معانا في المعسكر، وبيجي خمسه او سته من الجهاز الفني يكونوا موجودين، يعني مش حد مثلا واحد او حاجه، لا عشان اللعيبه دي لازم تحس باهتمام وان هي موجوده. صحيح. موجوده ومتراقبه بمعنى اصح. واللي حالته كويسه بيقرب طبعا من الفرقه. مباراة القمة كلام كتير جدا بيتقال عليها كابتن سيد، المباراة تلعب في ميعادها، لا مش تلعب في ميعادها، هتتلعب في ميعادها، لا يعني الكلام ده كله بيأثر عليك ولا انتوا عاملين حسابكم ان المباراة في ميعادها وانتوا جاهزين لها بأي حال من الأحوال؟ لا انت زي ما قلت لك احنا عايشين الواقع بتاع فرقتنا والواقع بتاع جدول الدوري، جدول الدوري ان في مباراة يوم 29 ان شاء الله مع نادي الزمالك، فدي احنا بنستعد يعني النهارده بعد المباراة هناخد بكرة اجازة هنتمرن يوم السبت الساعة 3، الامور بالنسبة لنا عادية جدا، ما يعني مش مركزين في موضوع التأجيل من عدمه ده. دي حاجة رؤية للجنة المسابقات واتحاد الكرة اللي موجودين، بس احنا نتمنى ان ده يكون قرارهم فعلا، يعني هم لو عايزين يعملوا كده يعملوه بس يكون قرارهم. ان هم يأجلوا يعني ولا ان هو يتلعب في ميعاده؟ لا يتلعب او يأجل، دي رؤية ما هو اتحاد الكرة اللي بيقرر. ايوه انا قصدي يعني الطبيعي ما فيش حاجة، يعني لو ما عندكش سبب ان انت تأجل ما تأجلش. عندك سبب خلاص أجل. انت فاهم؟ ايوه يعني ما بس يعني طب انتوا ناويين ان شاء الله باذن الله تعملوا معسكر مغلق ولا نظامكم ايه، ترتيبكم ايه ان شاء الله باذن الله في الفترة اللي جاية يا كابتن سيد؟ لا طبيعي جدا السيستم بتاعك الطبيعي، طبعا مباراه القمه مهمه جدا، انما هي في الاول والاخر مباراه بثلاث نقاط، هي مباراه من الناحيه الجماهيريه مهمه، من ناحيه المنافسه مهمه جدا. الحمد لله احنا عندنا مجموعه من اللعيبه لعبوا المباريات دي يعني متعودين بمعنى اصح، يعني ان شاء الله الامور زي ما قلت لك للاحسن، واحنا الامور عادي يعني ماشيين بسيستمنا الطبيعي، بتمرن بشكل طبيعي ومستعد للمباراه ان شاء الله. طيب بصفتك بقى واحد من اهم الباكات ليفت اللي جت في مصر، حسين السيد وعلي معلول، رايك ايه في مستواهم دلوقتي في الفتره ديت؟ الاهلي مجهز دلوقتي الاثنين بقوا موجودين في الصوره. وصبري كمان لعب النهارده، يعني صبري لعب ربع وصبري كمان برضه فالثلاثه موجودين، انا زي ما قلت لك كل ده بيبقى صالح للفرقه وصالح الاماكن اللي هم بيلعبوا فيها. عندك ثلاث لعيبه مركزين بيتنافسوا مع بعض، اكيد هيطلعوا لك حد مميز. فاهمني؟ وهيعلوا مستوى اللعيب الاساسي اللي فيهم. صحيح. اما تخلي المنافسه بين 2 أو 3 دي حاجه ايجابيه بالنسبه لنا، انت بتتمنى ان انت مراكز كتير جدا في الفرقه تختار مين فيها. دي بتبقى حاجه ايجابيه وحاجه بتريحك. يعني ان انت تختار 11 بسهوله دي حاجه يعني كله جاهز. صحيح. انما لما تبقى صعبه فده اللي بيخليك فعلا ان انت فرقه كبيره، والنادي الاهلي متعود على كده طول العمر، يعني مش اول مره ان يبقى في عدد كبير من اللعيبه موجودين، بس نتمنى ان هم يبقوا في الحاله اللي بيبقوا فيها اما بنحقق المكسب اما بنأدي بشكل كويس. صحيح. المشكله بتختلف في حاله اللعيب نفسه بس. ايوه كابتن سيد انا بشكرك شكرا جزيلا وبتمنى لك كل توفيق وببارك لك على النتيجه النهارده والمكسب الكبير في كاس مصر على الالومنيوم ب6 أهداف دون مقابل. بشكرك شكرا جزيلا كابتن سيد معوض مدرب النادي الاهلي ونجم النادي الاهلي السابق ايضا. تحول الى موضوع اخر داخل اروقه الاتحاد المصري لكره القدم، معانا على التليفون كابتننا الكابتن عصام عبد الفتاح عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم. يا كابتن عصام اهلا وسهلا بحضرتك، مساء الفل. مساء الفل عليك يا استاذ ابراهيم ومساء الفل على كل مشاهديك الكرام. اخبارك يا محترم؟ كله تمام؟ الحمد لله كله تمام. يا رب دايما. طيب طمنا بقى على مباراه القمه، خبر كده احنا الحقيقه كنا بنقوله وخبر بسطني الحقيقه على المستوى الشخصي انه رشفان ارماتوف واحد من الحكام المرشحين لقياده مباراه القمه او لتحكيم مباراه القمه. طمنا وقول لنا اخبار الملف ده ايه؟
والله يا ابراهيم احنا مش يعني بنشتغل في الملف ده بشكل مكثف لان في اعتذارات كتيره جدا بسبب اعياد الكريسماس. الحقيقه المباراه جايه في توقيت حظنا دايما في جاي في وقت صعب واكثر من حكم اعتذر وللاسف اخرهم رفشان والله اعتذر كمان اعتذر عن الحضور وان شاء الله احنا مستنيين في حوالي 4 دول يعني ان شاء الله ربنا يسهل ويكون حد منهم ان شاء الله يدير لقاء القمه. طيب يعني وارد يا كابتن عصام باي نسبه يعني انه احنا نلجا الى الحكم العربي الى التحكيم العربي اذا العمليه بالنسبه لنا بقت صعبه ولا لا؟ لحد دلوقتي لسه الامور مش صعبه الحقيقه. مش صعب يعني لهذه اللحظه لا الامور مش صعبه وان شاء الله بكره ان شاء الله هيكون في موافقات من 3 دول ان شاء الله. طيب ممكن نعرف اسماء الدول مش مهم الحكام اسماء الدول؟ يعني الدول ممكن المجر بولندا المانيا. المجر وبولندا والمانيا ممكن حاجه تانية تطلع يعني بكره تظهر يعني على السطح ممكن اليونان ممكن فرنسا يعني ممكن لكن دول اعتقد ان ممكن على فكره دول الناس لا تفتكر ان الاسماء الدول ان هي دول في الكوره يعني كمان ملهاش علاقه ملهاش علاقه لكن ملهاش علاقه ده ممكن الحكام يكونوا لعبوا قبل نهائي كاس عالم كمان. ايوه ايوه مفهوم. لا مفهوم يا كابتن يعني هو يعني احنا بنتكلم على رفشان احنا بنتكلم على رفشان ده اوزباكي يا كابتن يعني ما هو يعني دي ملهاش علاقه ولعب قبل نهائي كاس العالم 2010 يعني صحيح حكم وعنده باع كبير واثنين كاس عالم واحسن حكم في اسيا 4 سنين متتاليه يعني حكم كبير بمعنى الكلمه يعني. طيب هسأل بقى حضرتك السؤال اللي هو دمه تقيل دلوقتي في الفترة ديت بس كل شوية هنفضل ناخد تأكيدات عشان الناس برضو تبقى في الصورة مباراة القمة في ميعادها ولا لأ ورأي الأمن إيه هل في آراء أمنية دلوقتي أصبحت مختلفة على ميعاد المباراة وتوقيتها ولا لأ طمنا يا فندم. لا مباراة القمة في ميعادها وما فيش أي مشكلة على الإطلاق في الميعاد المباراة في ميعادها وكله شغال في النقطة بتاعته يعني احنا شغالين في التحكيم الامن شغال في الامن المسابقات شغالة في المسابقات فالامور ماشية الحقيقة على قدم وساق على ان المباراة ان شاء الله في ميعادها باذن الله يوم 29 ان شاء الله باذن الله. عندكم جمعية عمومية طارئة يوم الجمعة اللي جاية والحقيقة احنا جبنا البنود بتاعة او ما سيتم تداوله اثناء الجمعيه العموميه كان اول حاجه بالنسبه لكم حطينا على راس جدول الاعمال هو تعديل لائحه النظام الاساسي ان كل اعضاء مجلس الاداره تقريبا لما بسالهم في موضوع تعديل لائحه النظام الاساسي قالوا انه مين جاب سيره ان احنا هنيجي جنب بند ال8 سنوات ومستنكرين جدا القصه ديت فبالتالي اخد من حضرتك تاكيد هل فعلا وانا افترض حسن النوايا طول الوقت وعارف ان انتم مفترض ان انتم محتاجين الدعم ومفترض ان انتم محتاجين ناس تزقكم لقدام فخليني اسال حضرتك هل هناك اي تخيل او هناك اي تحرك في بند ال8 سنوات قد يطرح حتى في الجمعيه العموميه المقبله ولا لا؟ على الاطلاق حتى المقترحات اللي وضعها مجلس اداره اتحاد كره القدم ما فيهاش على الاطلاق بند ال8 سنوات ودي حقيقه ولو عاوز عزيز. حتى ابعت لك لا والله كلام حضرتك والله كلام حضرتك مسلم بالنسبه لي كلام حضرتك مسلم بالنسبه لي أنا عارف يا أستاذ إبراهيم والله لكن الحقيقة ما فيش على الإطلاق أي بند من البنود المتعلقة بالتعديلات المقترحة لأن هي في النهاية الجمعية العمومية صاحبة القرار تمام. ولكن هل الجمعية العمومية لها اقتراحات؟ هو ده المهم يعني ممكن الجمعية العمومية يكون لها بكرة اقتراحات عكس اللي عاملها اتحاد الكورة. طيب تمام يعني احنا بنأمل برضه إن هم يناقشوكوا يعني يناقشوكوا عندهم يعني برضه أفكار وعندهم مقترحات مختلفة ما هو ده اللي احنا عايزينه الحقيقة يبقى ليهم صوت وصوت مسموع حقهم الأصيل يا أستاذ إبراهيم ممكن يرفضوا جميع مقترحاتنا وممكن يكون لهم مقترحات جديدة هي اللي وافقوا عليها طبعا هيبقى مسلم بيها ما حدش يقدر يقول أي حاجة الحقيقة. طيب ده شيء عظيم خليني برضو أسأل حضرتك استقالة الكابتن رضا البلتاجي موقفها إيه دلوقتي؟ والله أنا شايف الموضوع خد أكتر من حجمه واحنا انا الحقيقه اتصلت بالكابتن البلتاجي وحاولت اسنيه عن هذا القرار وان نيجي ان احنا نقعد ونتكلم لقيت الكابتن رضا النهارده اتكلم في اكثر من مكان ان هو مصمم على الاستقاله وقال ان محدش كلمني لا انا كلمت الكابتن رضا الحقيقه كلمت الحقيقه كلمته وحاولت اسنيه ويمكن خدنا
يعني معاد ان احنا نلتقي ونتكلم وحاول اعرض على المجلس وجهه نظره. واحنا الحقيقه لاخر لحظه متمسكين بكابتن رضا البلتاج يعني ما عندناش اي مشكله وكنت اتمنى يا ابراهيم حقيقه يعني كابتن رضا اخ وصديق ويعلم قد ايه انا ساعدته في الفتره اللي فاتت وكنت معاه قلبا وقالبا في اي طلبات بتطلبها لجنه الحكام من اتحاد كره القدم. كنت اتمنى حتى الاستقاله ما عندناش مشكله انه يقدم الاستقاله ولكن كان يبقى متواجد لحين اجتماع المجلس يعني متواجد في مهام عمله ان في مباريات شغاله في الكاس وفي في الدوري يعني يبقى متواجد لحين اجتماع حتى لو هو مصر على الاستقاله كان يكون متواجد لحين البت في الاستقاله. طيب يعني هو دلوقتي مش موجود في الملف بتاع حضرتك اللي بتدير الملف دلوقتي الملف بالكامل بتاع مباراه القمه مع حضرتك دلوقتي؟ معايا الحقيقه ومع اللجنه اعضاء اللجنه الكابتن وجيه والكابتن عزب حجاج الناس مشاركين في هذا الملف الحقيقه عظيم. ولان الحقيقه الوقت بيداهمنا وموضوع الكريسماس كمان واعتذارات انديه دول كتير يعني لحد الان ما صعبش الامور ان شاء الله بكره يبقى في انفراجه كبيره ان شاء الله. وعاوز اقول لك حاجه جديده الحقيقه. اتفضل يا فندم اتفضل. ان انا يمكن يعني انا اقول لك بس لسه التفاصيل ماشي. ان احنا في فكره ان احنا نحاول يكون عندنا احتراف في الحكام وننفذه في وقت سريع. والله يا شيء عظيم. طيب ده خبر حلو اهو. ننفذها وبنحاول تقريبا 75 حكم ومساعد يكونوا محترفين ويكون عملهم هو كره القدم فقط. وفي طريقنا طبعا احنا بنشوف التمويل المالي وفي امور كتيره يعني مسهله الامور بالنسبه للتمويل المالي اللي مش هقدر افصح عنه دلوقتي ولكن ان شاء الله هذه الفكره هنبدا من بكره نشتغل فيها. هتتحسب لكم على فكره قوي هتتسجل باسمكم والتاريخ ما بينساش الحاجات اللي يعني بتبقى طفرات دي طفره. لا دي حقيقه وعلى فكره احنا بنبقى تاني دوله في العالم بيبقى عندنا حكم محترف لان انجلترا فقط هي الدوله الوحيده اللي عندها احتراف للحكام في الدوري الممتاز فقط. فنتمنى ان احنا هذه الخطوه النهارده اللي احنا ناقشنا جزء منها كبير النهارده واتكلمنا في يعني في جميع التفاصيل ولكن هنبدا من بكره الحقيقه ان احنا يكون في دراسه جاده ونحاول ننفذها طبعا على افضل من 60 ل 75 حكم ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. اخر حاجه بقى حضرتك اكدت انه مباراه القمه في ميعادها ان شاء الله باذن الله وده ملف كل الناس شغاله عليه لكن اخر جزئيه هل ممكن يتنقل من بترو سبورت ولا لا وهو مكانه الاساسي او هو المكان اللي هيتلعب فيه فين؟ اقدر اخد من حضرتك معلومه في الجزئيه دي؟ لا الحقيقه ما عنديش اي معلومه على الاطلاق. دي اكيد دي هتكون المعلومه خاصه بالامن هو الوحيد اللي هيقدر يقرر المباراه تقام فاني استاد لكن الحقيقه ما اقدرش للامانه اقول لك اي لسة معلومه لسه لحد دلوقتي لسه لحد دلوقتي احنا مش يعني لسه لحد دلوقتي ما تحددش وفقا بقى للقرارات بتاعت الامن ان شاء الله باذن الله. بالظبط كده يا ابراهيم. يا فندم انا بشكرك شكرا جزيلا الحقيقه. بشكر حضرتك شكرا جزيلا وبتمنى لكم كل توفيق المحترم كابتن عصام عبد الفتاح رئيس لجنه الحكام الحالي ايضا وهو عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم. خلينا أقول لكم بس خبرين كده في أخبار النادي الأهلي وبعديها هاخد فاصل وأكمل مع حضراتكم أخبار نادي الزمالك. فتحي والسعيد في السعودية لأداء مناسك العمرة ربنا رب يجعلها في ميزان حسناتهم ويرزقهم دايما الخير فتحي وعبد الله. وعلى فكره الاثنين من اللعيبه الملتزمين جدا جدا الحقيقه على المستوى الانساني على المستوى الاخلاقي كمان يحسب لهم حاجات كتير خير بيعملوها. اتحاد الكره هيتحمل 90,000 جنيه ايجار ملعب السلام وفقا لاختار تلقته اداره النادي الاهلي من اتحاد الكره بيفيد موافقتهم على تحمل ايجار ملعب السلام بعد مباراة الأهلي مع الألومنيوم واللي كانت انتهت لصالح النادي الأهلي بست أهداف دون مقابل. عمرو السلية هيبتدي تدريبات الكرة أدى تدريبات متنوعة النهاردة هو في ملعب مختار التتش ضمن برنامج التأهيل وكان هو طبعا أصيب بمزق في العضلة الخلفية. حقيقة انه عمرو كان ظهر بمستوى طيب مع بداية الموسم هيرجع اهو شيئا فشيئا ويبقى موجود مع النادي الاهلي وكنت بتمنى الحقيقة بس دايما هي الاصابة دايما بتعطل شوية كنت بتمنى لو عمرو حقيقة كان لم يصب كان هيبقى اكيد موجود مع منتخبنا الوطني. هناخد فاصل وبعد الفاصل نتكلم مع حضراتكم في بقية اخبارنا اخبار نادي الزمالك والاندية الاخرى. We'll be right back.
هنحاول برضو نعمل متابعة على موضوع ملعب مباراة القمة، وهنحط حضراتكم في الصورة فور ما يبقى عندنا معلومة جديدة. جهاز فني على فكرة في نادي الزمالك، احنا بنتكلم على اخبار نادي الزمالك، عايز يلعب مباراة القمة في بترو سبورت، ونادي الزمالك متعود ان هو يلعب على بترو سبورت الملعب الاساسي بتاعه، وبالتالي مش هيبقى عنده اي مشكلة خالص. بنتكلم على مباراة القمة. صودا كابتن احمد عبد المقصود المدرب المساعد اللي كان موجود في نادي الزمالك لو فاكرينه، كان مشي، كان طلع قرار باقالته. على فكره دلوقتي موجود في نادي الزمالك، موجود في الجهاز، انما بدور مختلف، كمحلل فني لاداء المنافسين، بيبقى موجود في ارض الملعب لكنه مش تحت، مش على الدكه تحت، بيبقى فوق بيتابع المباراه وبيبلغ الجهاز الفني باي مستجدات، او بيبلغ الجهاز الفني بطرق اللعب، او اذا كان في تغييره معينه او ترشيحاته أو أو, او 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 كل ده طبعا في ضوء تعاون المفروض مع الكابتن محمد حلمي. كلام لحد دلوقتي بنحط حضراتكم في الصورة، الزمالك مش موافق على رحيل معروف يوسف من الفريق للوحدة السعودي. العرض المقدم كان ضعيف، احنا بنتكلم كان اول ما قدم كان 150,000 دولار، وكان 100,000 دولار، وبعدين بقوا 150,000 دولار، واللاعب كمان يتنازل عن مستحقاته المتأخرة، بس نادي الزمالك شايف ان العرض ده مش مناسب، وبالتالي لحد دلوقتي رافض. هل الوحدة عندهم القدرة ان هم يرفعوا اكتر من كده؟ ده برضو اللي احنا هنعرفه، لانه كنا بنتكلم في الموضوع ده انه على سبيل الاعارة. القائمة الافريقية بتاعت نادي الزمالك هيحصل فيها بقى بت نهائي لما يقعد الكابتن محمد حلمي مع رئيس نادي الزمالك، وده علشان يبقى يعني مطلع على كل حاجة ليها علاقة باللاعبين اللي هيقعدوا او اللي هيمشوا، سواء باسم مرسي جاي له مثلا اعارة لمدة 6 شهور إعارة مغرية من أحد الأندية الآسيوية في يناير، هل هيكمل ولا لأ؟ طب يتحط اسمه في القائمة ولا لأ؟ كمان موقف معروف يوسف النهائي، هل لو اترفع العرض هيمشي ولا لأ؟ دي كلها ملفات مش هيحسمها إلا القعدة اللي هتحصل بين الكابتن حلمي وما بين رئيس النادي. كمان موضوع دويدار طالب إنه يمشي، إسلام جمال موقفه برضه مش واضح لأنه ما بيشاركش، وبالتالي كل الأمور ديت هيتم طرحها. بالمناسبة محمد مجدي ما قدرش يكمل تمرينة الزمالك، عنده كان يعني عين سمكة كده في رجليه فخرج من المران، ما قدرش يكمل المران لكنه ما عندوش إصابة طبعا ولا حاجة جامدة. الزمالك بيتدرب على بترو سبورت قبل مباراة الشرقية، نادي الزمالك عنده ماتش يوم 24 ان شاء الله، كان لعب ماتش يوم 21 مع الانتاج الحربي وفاز على الانتاج بهدف دون مقابل كان سجله باسم مرسي، عنده ماتش مهم، دي تاني مباراة مؤجلة لنادي الزمالك هتكون قصاد الشرقية. ممكن نديكم كده برضو الملامح بتاعت القائمة بتاعت الزمالك. أحمد الشناوي وعمر صلاح وأحمد ديودار وإسلام جمال وشوقي السعيد ومحمد ناصف وحسني فتحي وأسامة إبراهيم وإبراهيم صلاح وأحمد توفيق ومعروف يوسف وشيكابالا وستالي وأحمد رفعت ومحمد إبراهيم وأحمد جعفر وباسم مرسي ومايوكا. طيب يوم السبت برضو هيتعرض، هيبقى في عرض جديد لعلي فتحي على الطبيب الألماني، زي ما حضراتكم متابعين معانا الملف ده. علي فتحي بنتمنى له ان شاء الله باذن الله الشفاء العاجل، موجود في ألمانيا للتأهيل، هيتعرض لسه كمان يوم السبت اللي جاي، ونادي زمالك بيدعم جدا علي علشان يقدر يرجع ويكون موجود. طيب قبل ما اخلص الاخبار وقبل ما اطلع فصل هكون مدي حضراتكم تفصيلة مهمة في موضوع ملعب المباراة، سواء بمداخلة او حتى كمان بمعلومة. نانا بوكو رسميا بينضم للشباب الاماراتي. امبارح كنا قلنا لحضراتكم خبر له علاقه بنانا بوكو، وقلنا لكم انه هناك عرض حصل وهناك اتصال جمع ما بين احد مسؤولي مصر المقاصه بالنادي الاهلي لعرض نانا بوكو. قلت لكم امبارح برضو انه عنده عرض من الامارات، والعرض قيمته $1,500,000، وهو ده العرض اللي اتوافق عليه بعد ما كان برضو كلام اتقال للنادي الاهلي او عرض على النادي الاهلي نانا بوكو $1,200,000، بالاضافه كمان لاستعاده ميدو جابر مع خصم الرقم ده من الصفقه كانت اللي هتحصل مع نانا بوكو. عموما على ما يبدو طبعا، وزي ما كنت باكد لكم الخبر وانا بتكلم معاكم امبارح، انه دايما المفاوضات بيبقى فيها مستجدات كل دقيقه وكل لحظه وكل ساعه عن الثانيه، على ما يبدو انه التحرك السريع كمان للشباب الاماراتي، و
النادي الاهلي واضح انه حاطط عينه زي ما احنا كنا اتكلمنا برضو في الخبر ده امبارح، حاطط عينه على حد تاني يكون موجود ضمن اختيارات اخرى، ده اللي خلى الصفقه تروح للشباب الاماراتي. عموما انا بكو واحمى عنصر مهمه جدا، بس للامانه يعني للامانه يعني اكيد هيتاثر مستوى مصر المقاصه، يعني لما يبقى عندك هداف الدوري وهداف الفرقه 9 اهداف اكيد اكيد مصر المقاصه مش هتمشي احسن حاجه. وكنت يعني بصراحه احنا كنا مبسوطين بفرقه مصر المقاصه، مبسوطين بالحاله اللي هي عاملاها في الدوري، فمع الدور الثاني الدنيا هتفرق كتير. طيب كويس، عشان نحط حضراتكم في اخر المستجدات فيما يتعلق بملعب مباراه القمه، معانا على التليفون الحاج عامر حسين رئيس لجنه المسابقات بالاتحاد المصري لكره القدم. الحاج عامر مساء الفل، اهلا وسهلا بحضرتك، معلش بنتعبك معانا بقى. لا طبعا مربين بيه. اخبار معاك ايه يا فندم؟ كله تمام الحمد لله. نظرا طبعا للمستجدات وكل شويه بيبقى في معلومه الناس محتاجه انها تطلع عليها، ف يعني حضرتك خير من يفيدنا في هذا الامر. عايز افهم من حضرتك، هل مباراه القمه هتتلعب على بترو سبورت ولا هتروح برج العرب؟ حطنا في الصوره معاك يا فندم اتفضل. لا هي في الجدول في بترو سبورت، ما فيش حاجه رسميه جات لنا ان احنا ننقل المباراه حتى الان. تمام. ان احنا حاطين البديل والزمالك هو صاحب المباراه موافق على البديل دوت. البديل اللي هو ايه يا فندم؟ اللي هو استاد الجيش وبرج العرب ان شاء الله. استاد الجيش وبرج العرب، نادي الزمالك ما عندوش مشكله. لا مرحب بالملعب البديل هي. طيب تمام، امتى هتاخدوا الكلمه النهائيه من الامن سواء ان المباراه زي ما هي كده في جدولها على بترو سبورت او انها تتنقل لبرج العرب؟ والله احنا مستنيين الخطاب، ممكن الامن يقول لك سيب المباراه في مكانها، وممكن يقول لك انقلها، فاحنا المهم ان احنا عندنا البديل الحمد لله، والامن وقت ما يبعت هنعلن وهنرسل الانديه طبعا عشان يعملوا حسابهم. طيب ده انتوا مثلا بتبقوا ملتزمين بالتوقيت ده مع الامن؟ انا عارف يعني مشكله شويه ان انتوا بتستعجلوا الناس عشان الردود عشان الانديه تجهز نفسها، احنا بنتكلم على مباراه يوم 29، امتى يكون عندكم الفاينل كول او المكالمه الاخيره او القرار النهائي؟ يعني حد اكثر يوم الاحد ان شاء الله. يوم الاحد ان شاء الله باذن الله، سواء اكثر يعني نتمنى يوم السبت يبقى في خطاب رسمي التأكيد على بترو سبورت او البديل اللي هو الجيش برج العرب ان شاء الله باذن الله. حاج عامر بشكر حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا، الحقيقه دايما بتكون معانا ودايما بتحطنا في الصوره ده متعلق بمباراه القمه ان شاء الله باذن الله. والتفاصيل الجديده لسه ما فيش اي اخطار رسمي برفض اقامه مباراه القمه على بترو سبورت، هي في جدولها هي في مكانها لحد ما يحصل زي ما الحاج عامر كده قال السبت الحد ان شاء الله باذن الله يبقى القرار النهائي فيها. هناخد فاصل بقى، وده فاصل الاخير عشان هنستقبل بقى نجمنا نجم اليوم حريف النهارده كابتننا الكابتن عماد النحاس، نجم النادي الاهلي السابق والمدير الفني المتميز الحقيقه، واللي كان تقدم باستقالته من تدريب اسوان. هنتكلم في كل حاجه في الدوري الممتاز، هنتكلم طبعا بكل تاكيد على اسوان وتجربته مع اسوان وعن النادي الاهلي. خليكم معانا بعد الفاصل. مهنة التدريب دي مهنة المتاعب، يعني الأشغال الشقة اللي يعني ما يعلم بها إلا ربنا. عانى منها الحقيقة كابتن عماد النحاس الموسم اللي فات، بس واضح إن الموسم ده الضغوط كانت بزيادة بقى، فما قدرش يستمر مع أسوان، حط بس بصمة الحقيقة الموسم اللي فات ما فيش أي حد ممكن يختلف عليها. خدوا بالكم إنه كابتن عماد النحاس كان موجود مع فرقة أسوان وهو اللي مصعد فرقة أسوان، يمكن الناس برضو شوية توه منها الموضوع ده وتفتكر إن هو جه على الفرقة وهي موجودة في الدوري الممتاز. عمل تبديل وعمل توفيق وعمل إحلال وتجديد في اطار المحدود واطار المعقول واللي يعني بيتماشى مع امكانيات فرقه اسوان، وبالتالي كان الظهور المميز الموسم الماضي. السنه دي الحقيقه طبعا في عناصر كتير مشيت
وعلى ما يبدو برضو انه التدعيم ما كانش بافضل حال والضغوط كانت كتير جدا جدا على كابتن عماد النحاس، وبالتالي كان تقدم باستقالته على كل. ومشرفنا النهارده ومنورنا الكابتن عماد النحاس نجم النادي الاهلي ومدير الفني السابق لاسوان. كابتن عماد اهلا وسهلا بيك، منور الدنيا كلها. اهلا بيك كابتن ابراهيم، اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله تمام. كله تمام؟ كله زي الفل الحمد لله. تيجي بس نتابع التقرير وبعدين نبتدي اسئله؟ انا جاهز. يلا بينا. اتفضل. في 15 من شهر فبراير لعام 1976 ولد طفل في مركز مغاغة بمحافظة المنيا. هذا الطفل بدا عليه علامات الهدوء والقيادة منذ طفولته. توجه الطفل نحو كرة القدم وداعبها منذ نعومة أظافره. لم يعشق تسجيل الأهداف بقدر ما عشق منع دخولها مرمى فريقه. المدافع الدولي الكبير عماد النحاس تفجرت موهبته وقدراته كلاعب كرة قدم كبير في نادي أسوان وهو في سن 20، وهو الأمر الذي دفع المسؤولين في الإسماعيلي عام 97 إلى التعاقد معه وتكوين فريق قوي فاز ببطولة كأس مصر عام 2000 ووصل لنهائي البطولة الكونفدرالية عام 2001 قبل أن يخسر اللقب أمام شبيبة القبائل، ثم توج بلقب الدوري العام عام 2002. العمدة انضم للمنتخب المصري في بطولة أمم إفريقيا عام 2004 بتونس مع المدير الفني محسن صالح، ولكن المنتخب المصري ودع البطولة من الدور الأول لصالح منتخبي الكاميرون والجزائر في تلك المجموعة، ولكنه قبلها كان قد حقق مع منتخب مصر العسكري بطولة العام 2002 بكرواتيا وسجل هدفين. خاض النحاس تجربة احترافية قصيرة في الدوري السعودي عبر بوابة نادي النصر لمدة 6 أشهر. في تلك الأثناء كان النادي الأهلي يفكر في مشروع فريق يغزو به القارة السمراء والبطولة المحلية، فعاد الساحر البرتغالي مانويل جوزيه وضم عماد النحاس ليكون مع بقية النجوم الكبيرة والفريق الأفضل في تاريخ القلعة الحمراء، وكان برفقته أبو تريكا وبركات ووائل جمعة ومحمد شوقي وعماد متعب والثنائي الأنجولي الخطير فلافيو وجلبرتو. أحرز النحاس مع الأهلي والإسماعيلي الذي لعب لهما 108 مباراة 35 هدف، وهو رقم كبير بالنسبة لأي مدافع. وأبرز أهدافه مع الأهلي كانت هاتريك في مباراة الاتحاد السكندري التي انتهت بستة أهداف مقابل لا شيء لمصلحة الشياطين الحمر. أيضا سجل هدفا مهريا في نادي رينا سيمانيتو الغيني في دوري أبطال إفريقيا عام 2006 التي انتهت بفوز الأهلي بأربعة أهداف مقابل لا شيء، وسجل مرة أخرى في كأس مصر هدفا ضد الزمالك في المباراة التي انتهت بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، كما أنه سجل الهدف الحاسم في ضربات الجزاء الترجيحية التي منحت الأهلي كأس السوبر الإفريقي ضد النجم الساحلي التونسي. مع العملاق القاهري حقق العمدة كل البطولات المحلية والقارية، ففاز ببرونزية كأس العالم للأندية عام 2006 وبطولتين لدوري أبطال إفريقيا وبطولتين للسوبر الإفريقي. وعلى الصعيد المحلي توج بالدوري مع الأهلي 5 مرات وبكأس مصر مرتين ومثلهما في السوبر المصري. على الصعيد الدولي شارك النحاس مع منتخب مصر في 19 مباراة، وعقب اعتزاله في 7 أغسطس عام 2009 عمل النحاس مساعد مدير كرة في النادي الأهلي، وكان له دور بارز وخفي كالجندي المجهول في إبرام العديد من الصفقات السوبر للقلعة الحمراء، ثم عمل بقطاع الناشئين ثم توجه لعالم التدريب واستمر فيه واكتسب العديد من الخبرات التي جعلته ينجح في الصعود بأسوان إلى دوري الأضواء بعد غياب 12 عاماً. مع أسوان قدم النحاس موسم مميز العام الماضي ووضع ممثل الجنوب في المنطقة الدافئة بفارق 10 نقاط كاملة عن اتحاد الشرطة أقرب الهابطين، ولكن مع دخول أسوان موسمه الثاني مع النحاس لم تأتي النتائج على غير المأمول، فلعب النحاس مع أسوان 9 مباريات جمع منهم 5 نقاط فقط مما جعله يتقدم باستقالته عقب خسارته أمام النصر للتعدين والشرقية على التوالي عن تجربته الجيدة مع الفريق الصعيدي ولماذا لم يستمر في قيادة الفريق، وهل أوفت إدارة النادي بكل طلباته قبل بداية الموسم، وهل هناك تجارب تدريبية قادمة أم يفكر في الذهاب خارج حدود الدوري المصري، وعن رؤيته لمسابقة الدوري وأزمات المنظومة التحكيمية مع مختلف الأندية، وهل يعود النحاس للعمل داخل القلعة الحمراء، وكيف يرى مسيرة النادي الأهلي هذا الموسم، وعن توقعاته لمشوار منتخب مصر في الجابون.
يجيب العمدة عن كل هذه التساؤلات مع إبراهيم فايق في الحريف. بايتين مع بعض. أحلى. شايف كم الأسئلة اللي جوه التقرير؟ أحلى تقرير وأحلى أسئلة والله. ربنا يخليك يا رب يا كابتن. احنا عندنا فريق عمل يعني محترم حقيقي، وكل الناس حقيقي بتحبك وبتقدرك بشكل كبير جدا. في معلومات ما كنتش اعرفها والله. زي ايه؟ 35 هدف. والله ما انت ما مش مهتم بالحاجات دي؟ ما بتعدش. كنت متخيل اكتر بس طلع 35. ممكن نزودهم لك لو عايز، مفيش مشكله. ممكن نعيد لك التقرير في اخر الحلقه. لا لا لا، انا جبت جوان كتير، ده طلع 35 جون بس. بس كابتن انت كان دورك مهم جدا يعني. جماهير النادي الاهلي دايما لما بتفتكر لعيب كان بيبتدي هجمه من ورا لقدام دايما بتفتكر عماد النحاس. فاكر القصه احنا اتكلمنا فيها كتير، وما زالت الناس حابه. الحمد لله. عند الجزئيه دي زهقت ولا ايه من التدريب ولا ايه الحكايه؟ لا لا لسه بدري، احنا لسه بيقولوا لي هادي، احنا اول الطريق بس يعني اول الطريق. والموضوع اكيد كان صعب، يمكن اتكلمنا احنا مع بعضينا كتير في الجزئيه دي من السنه اللي فاتت. ايوه. انا حسيت خلاص الحمد لله ان انا عملت اللي عليا بالنسبه لاسوان، رديت ولو جزء بسيط من الدين اللي عليا. اول فريق لعبت له في الدوري الممتاز. أيوه. وكان سبب كبير في بدايتي وفي شهرتي وميتك واسمك. ولو رديت جزء بسيط ان احنا اساعد مع زمايلي ومع اللعيبه مع مجلس الاداره لصعود الفرق للدوري الممتاز، والاصعب هو البقاء في الدوري الممتاز. الناس بتتوه منها معلومه ان انت اللي مطلع الفرق. لا احنا صعدنا الحمد لله مع بعضينا. لا مع بعضينا. ودي اصعب. كان ايه؟ كان 12 سنه؟ كان بعد 12 سنه؟ بعد 11 سنه. 11 سنه. ال 12. بقاء في الدوري باقل امكانيات موجوده في اي نادي في مصر. ولكن كان معانا الحمد لله عناصر من اللعيبه المحترمين جدا، الرجاله جدا. مع تكاتف كل الناس الحياه اللي هي فيها اجزاء كتير يعني غابت السنه دي. بس يعني الواحد اقول ان التوفيق وعدم التوفيق هو اللي يخلي الواحد يعني ياخد قرار ان احنا نبعد شويه اسوان. يكون في موجود في حاليا هو والدي واخويا الكبير كابتن محمد عامر، ربنا يكرمه ان شاء الله في الفتره اللي جايه. لكن قابلت صعوبات كتير، وكان في جزء كبير من التوفيق وعدم التوفيق ان انت تكمل او ما تكملش. يعني كان في جزء عليا وكان في جزء على مجلس الاداره. يعني ايه فهمني يعني؟ لا يعني احنا الناس بتقارن دايما ما بين السنه اللي فاتت والسنه دي. السنه دي وانا قلت الكلام ده من اول اسبوع، احنا صعدنا السنه دي برضو يعني. ما صعدناش السنه اللي فاتت بس، يعني بالنسبه لنا السنه دي كانت تعتبر صعود، بمعنى ان اسوان زي طنطا زي التعدين زي الشرقيه. احنا غيرنا فرقه كامله 20 لعيب برضو السنه دي. برضو برضو الداخليه نفس الكلام، بقينا خمس فرق مغيرين. كانك لسه صاعد للدوري. ايه اللي اجبرك على التغيير يا كابتن؟ انت برضه المدير الفني. لا يعني. نشرحها للناس بهدوء. لان انا سمعت ان كان في مداخله رئيس النادي دخل قال ان عماد عارف ان اللعيبه هتمشي وعارف. طب اكيد اولا عشان تجيب لعيب في اسوان المقابل المادي ضعيف جدا، ودي لعيبه السنه دي اعلى من السنه اللي فاتت. المشوار بالنسبه للعيب بعيد جدا. احنا استنينا السنه اللي فاتت اخر نادي كنا بنتعاقد مع لعيب. يعني اللعيب سوري بعد احترامي ليهم اللي ما راحش مكان جه معانا اسوان، لكن شال مسؤوليه من اول يوم لغايه اخر يوم رايح الفرقه تقعد في الدوري. ودي من الخبرات اللي كانت موجوده في اللعيبه يعني، كلهم النهارده راحوا في انديه محترمه. وهو كمان عندهم طموح يعني، عندهم طموح برضو ان انا ما حدش سال فيا وبتاع، فانا جاي اثبت نفسي. اكيد فعمل كده فعلا. رغم ان السن الصغير اللي احنا موجودين فيه السنه دي يكون الطموح اعلى، لكن احنا لسه بدري. احنا لسه فاضل مباراه على نهايه الدور، او لسه فاضل دور كامل. دور كامل يعني بيتكلم في 51 بونت مظبوط. ايوه يعني لسه بدري على البقاء في الدوري يعني، ان انت تقعد او موضوع الهبوط لا لسه بدري يعني. والفرقه كلها قريبه من بعض. احنا بنقول بس التداعيات ايه اللي يخليك ان انت تاخد قرار مع مجلس الاداره. انا شفت ان ده فيه مصلحه للنادي اكتر من مصلحه عماد، وفي نفس الوقت برضو النادي شاف من الضغوط اللي عليه ان في التعدين غير، الشرقيه غيرت، لا الفرقه اللي تحت النهارده هي اللي غيرت. الشرقيه غير. بس ده كان قرارك حضرتك اللي استقلت يا كابتن عماد. انا عرضت على الناس بعد ماتش التعدين. وهم اجلوها لبعد ماتش الشرقيه. كويس. فبين احنا الاثنين يعني اجلوها ما جددوش الثقه. يعني انت لا بعد نشوف ماتش الشرقيه كمان. فخلاص كده بعد ماتش الشرقيه لا احنا وافقنا خلاص. فهي مش فارقه ان انت اللي تمشي النادي خلاص مع يعني خلاص. انا ابن المكان. واسوان ده بيتي. بس الحاله خلاص ما بقتش. الحاله خلاص بقى. الضغوط اللي حواليك من اول ما رحت اسوان هي اللي كانت صعبه. بداية من الدرجة الأولى الواحد كان يعني برضه بيستحمل عشان عايز أشتغل أول سنة.
تاني سنه كان في ضغوط والواحد متعود. انت طالع من النادي الاهلي كل الضغوط بتخطر على بالك موجوده. اه بس انت ضغوطك برضو في النادي الاهلي ضغوط حلوه يعني جماهير ماشي. بطولات يعني تمام ولو ما خدتش بطوله ماشي بس يعني ولو عملت ماتش وحش ايوه بس الضغوط شايف في الاهلي نوعيه الضغوط نوعيه الضغوط بقى ايه تخليك متعود مش قله مستحقات مش سفر على مسافات الحاجات اللي هي هي دي متعبه جدا اللي انا اقصد يعني. ان انا اقصد ان انت متعود على تتحط تحت ضغوط عشان ما حدش يفهمها غلط. الامور الثانيه من لعيب لمدرب لا دي مسؤوليه اكبر طبعا مسؤوليه طبعًا. اكبر يعني انت لعيب شايل مسؤوليه نفسك وخلاص. اول سنه كان مطلوب منك ان الفرقه تصعد للدوري الممتاز قدرت الحمد لله ان انت تصعد الفرقه للدوري الممتاز. برضو مهما صعدت فرقه للدوري الممتاز مش هتبقى باين على الساحه وانت شغال. بقاء الفرقه في الدوري الممتاز ده اصعب شيء وفي ممكن يكون مدربين كبار ما يقدروش يعملوا كده. ان انت تنجح في كده فانا بقول الحمد لله سنتين وفروا كتير في عدد سنين شغل. وانا قلت لك السنه اللي فاتت لو تفتكر او من كام شهر انا كان نفسي لما ابتدي مع حد ابتدي مساعد لحد اتعلم منه خبرات اكتر. لكن انت اتحطيت في الموقف نفسه من بدري فتشيل مسؤوليه ولا مش هتشيل مسؤوليه؟ لا الحمد لله شلت مسؤوليه وقدرت الحمد لله ان انا اشتغل وكان معايا جهاز فني محترم وبرده مجلس اداره محترم وناس كان في ناس كتيره سبورت ليك بتساعدك وكان في ناس كتيره ضدك والامر طبيعي في اي مكان في العالم. طب هو ليه يا كابتن يعني ليه اللعيبه مشيت يعني ليه غيرت؟ انا عايز اشرح دي بقى بشكل عشان تتعاقد مع لعيب فكان عندنا ثلاث حاجات يعني مهمين جدا. لعيب بيمضي لك سنه واحده لعيب بيمضي سنتين وشرط جزائي ولعيب اعاره ده كان السنه اللي فاتت. اللعيب الاعاره رجع ناديه شكري نجيب جه نور عندكم ورجع شكري كان عندنا الخمسه اللي تحت السن كان كلهم اعراض. بعتوا ايريك تراوري ايريك كان من يناير اتباع في اخر السنه. الناس اللي ماضيين سنتين بشرط جزائي اللي مشي منهم ابراهيم القاضي محمود رضا حارس المرمى احمد عبد العزيز زيزو الباك ليفت شرط جزائي امير عابد اتباع من النادي كان ابن النادي وبيع وشراء. المجموعه الكبار كان كله جاي ماضي سنه واحده اللي هو فوق ال 30 ابراهيم الشايب المصري الفيومي فؤاد سلامه عبد الله فاروق كان ست شهور بس فيهم لعيبه مش عارف هي راحت فين. هو فيومي راح فين؟ الفيومي واهاب وفؤاد الثلاثه في حرس الحدود في الحرس اصلا مش لاقيهم يعني لا 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 نزلوا تحت حرس والقاضي والشايب في المقاولين وامير عابد بتروجيت وايريك مقصه وامير بقى بياخد دلوقتي واحمد عبد العزيز وزيزو في انبي وايريك في المقصه فعندك سبع ثمان لعيبه راحوا انديه كبيره وزائد طبعا نادي حرس الحدود نادي كبير بيمر بظروف ونزل للدرجه الاولى لكن الثلاثه رايحين عشان ان شاء الله ومعاهم كمان محمود مكي باربع لعيبه من اسوان يصعدوا الفرقه ثاني باذن الله للدوري الممتاز. السنه دي برضو عندك نفس الحاله برضو لعيب صغير كل دول انت مجبر على ان هم يمشوا خلاص ما عندكش قرارات طبعا هو كان رئيس النادي رابط ان انت لما تقعد الناس دي هتقعد لما خدنا قرار ان احنا مع بعضينا كمان انا ومع رئيس النادي مع اعضاء مجلس الاداره ان انا اكمل وقلت له انا مكمل واللعيبه مش مكملين انا قعدت مع كل اللعيبه خلاص احنا بعد الماتش الخامس والكلام ده انا قلته من السنه اللي فاتت من بعد الماتش الخامس في الدور الثاني كل لعيب شاف مصلحته خلاص بقى احنا الماتش الخامس لان احنا وصلنا ل 28 بونت فهتقعد فرق بيننا وبين الشرطه كان وصل ل 12 بونت فهتقعد فخلاص انت ضمنت البقاء من 28 الماتش الخامس الدور الثاني لنهايه الموسم خدنا كام بونت؟ تخيل خدنا 7 بونت ايوه في كام مباراه؟ النهايه ما كانتش كويسه في 12 مباراه انت خد بالك كابتن عماد وحضرتك ادرى مني بالقصه ديت انه الشرطه اللي فرطت برضه في نتائج كتير جدا كانت ممكن تنزل اسوان وتقعد كان ممكن الوضع يختلف وده اللي احنا كنا بنتكلم فيه مع اللعيبه بالظبط كده لكن انت كنت بتخسر الشرطه بيخسر الشرطه بيخسر والبقاء بتاعنا لما الفرق 10 بونت لما الشرطه خسر من الزمالك بالظبط كده احنا ما كسبناش غير في الاخر احنا كسبنا الداخليه الماتش قبل الاخير ولعبنا مشينا كل الناس على فكره ده برضو بيفسر ليه اداء اسوان مع نهايه الموسم ما كانش وده احنا اتكلمنا لا احنا اتكلمنا فيه اكيد لو الفرقه في استقرار وفي دعم وفي امكانيات وفي فلوس واللعيب ده قاعد معاك وعارف ان هو مكمل السنه الجايه ميزانيتكم كانت كام؟ السنه اللي فاتت اللعيبه كانت ب 4 مليون 600 يعني قيمه لعيب واحد في النادي الاهلي وفي نادي الزمالك
ده 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 قيمه عود اللعيب ده كمان. اللعيب مش اعظم حاجه، مشهور بقى في سفر في مثلا فلوس. ده مش لعيب مش اعظم حاجه في الاهلي برضه يعني، ده مش لعيب الفئه الاولى يعني. لا ما اعرفش في النادي الاهلي حاليا 10 مليون وفي لعيب لا ما شاء الله. بس انا بقول لك مليون وب 14 مليون السنه دي 6 مليون وشويه. 6 مليون وشويه مع الاسعار برضه. فيعني السنه اللي فاتت كان عقد اللعيب اكبر لعيب عندك 250,000 بالضرايب، ودي بالضرايب يعني انت بتنزل ل 200,000 صافي. السنه دي 350، اثنين لعيبه بس تقريبا او ثلاثه بالكثير من ال 30 لعيب. طب ما زدنا اهو، زدنا شويه 100,000 بعد الضرايب بتبقى 280,000. 280,000 لعيب. هل المجموعه اللي حضرتك جبتها ما كانتش قد الثقه المره دي؟ لما خسر من الاسماعيلي سمعت الكلام ده، لما كسب المولين الكلام اتغير. فهمني. يعني ماتش كويس تمام. اولا مجموعه اللعيبه لو عديت لك افراد لا هتلاقي الافراد في لعيبه محترمه جدا، ويمكن كل اللعيبه كمان واختياراتنا الحمد لله كانت كويسه جدا. فتره اعداد ما خسرناش مباراه فتره الاعداد، اخر مباراه في فتره الاعداد اللي خسرناها مع وادي دجله 2-0، لكن كسبنا انبي فتره الاعداد، كسبنا المولين، كسبنا الجيش، المقصه، عاملين ماتشات كبيره تحسسك او تطمعك ان انت داخل الدوري هتعمل حاجه كويسه. كسبنا اول ماتش في الدوري الداخليه بعدين خسارتين يعني كنا فيهم مستوانا وحش جدا، طنطا وبتروجيت. الظروف بدات تبقى بتعكسك دايما يعني، ظروف اللعيبه، ظروف اصابات، اربع خمس لعيبه مره واحده وانت مش في حمل اربع خمس لعيبه من القوام الاساسي زي اسامه مرعي، زي رزق في نص الملعب، زي محمد رزق، زي احمد سعيد ميدو، بسام اربعه، مهاب سعيد شويه خمسه، حماده السيد سته. صعب ان انت تعوض اللعيبه دي. على الرغم من كده عملنا مباريات كويسه وخسرناها، عملنا مباريات كويسه وطلعنا تعادل واتظلمنا، يمكن في ماتشات انا بقول ظلم تحكيمي زي اي نادي اشتكى من الظلم التحكيمي. كلم براحتك مش هتتوقف خلاص. لا 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 بالعكس والله، انا بالعكس حتى وانا شغال كنت بساند موضوع الحكام، لان ده من المنظومه يعني. اهم شيء ان ما يكونش فيه الوان، ان انت بتشتغل عشان خاطر الالوان اللي بتلعب. ولكن اتعرضنا للظلم مباراه او اثنين، خسر تعادلنا مباراه الجيش وبنضيع ضربه جزاء في الدقيقه 93 يعني. في نقط ضاعت منك، تخسر من الثلاث فرق اللي لسه صاعدين برضه، ده كان صعب جدا. كل الحاجات دي تخليك تقول لا اسلوب كده. لما انا السهل ما كنتش موفق فيه، طب انا الصعب هعمل فيه ايه؟ هي مش مشروطه، ولكن تحسسك ان انت يعني السنه دي هتتعب. زائد الضغوط بقى اللي كانت موجوده على النادي يعني، اللي موجود على مجلس الاداره من بره النادي، في لجنه تحس ان هم يعني اوصيه على النادي يعني، بيتكلموا في كل حاجه في النادي، هم ما لهمش اي دور في النادي، بس ده من الدرجه الاولى. والناس دي غريبه يعني، انا مش عارف هم عايزين النادي يروح فين. يعني فكره صعدنا ومشينا اللعيبه، ده مشى اولاد البلد تمام. جبنا لعيبه كبار في السن، ازاي انتوا سايبينه يشتغل وجايب لعيبه كبار في السن؟ جبت لعيبه اسمها لعيبه على اسف يعني لعيبه خبره الدوري ممتاز. اتهاجمنا وازاي، وده عمل قعدنا في الدوري ما تسمعش صوتهم سايلنت خلاص، انت ما عملتش حاجه كويسه. اللعيبه مشيت، اجري الحق بسرعه، ده اللعيبه اللي مش ما جادلوش ليه لعيبه، انت لسه من ست شهور كنت بتقول للعيبه عواجيز ولعيبه كبرت وازاي خلصين كوره بتاع. وفي ناس يعني هقول لك حاجات غريبه يعني. الضغوطات دي اثرت على مجلس الاداره بكتير. كابتن عماد، الكلام اللي بتقوله ده في منتهى الاهمال لسبب بسيط. الحاجات دي غير مرئيه للناس يعني، الناس ما بتشوفهاش. الناس ما تشوفش اسوان كده بالظبط كده يعني. الناس بتشوف ايه؟ فرقه فيها كابتن عماد النحاس، في 11 لعيب وكام لعيب بره، واحنا بقى محتاجينهم بقى ويعملوا احسن حاجه واسوان يعني الضغوط اللي من النوعيه دي الناس ما بتشوفهاش. وبعدين ربنا يخليك شر الناس اللي بتكون حوالين صناع القرار. دول اسوأ حاجه. لا صعبين دول جدا. اسوأ حاجه لانه صح بيبقى دايما عندهم تخيل ان هم اللي بيصنعوا القرار. مظبوط، هو عايز يعيش ان هو صانع القرار بالظبط، وهو طول الوقت بيوسوس، طول الوقت بيوسوس. فلا فرقه السنه دي يعني، الفرقه لما تعادل مع انبي يا عم متخيل يشكروا في الفرقه. الدكتور حسن كان مديك دعم وكان واقف ومبسوط وسعيد بيه جدا جدا جدا، وهو راجل محترم. انا على المستوى الشخصي من كتر الكلام الكتير انا على المستوى الشخصي انا بحبه واحترمه جدا. اشتغلنا سنتين واربع شهور يعني، لدرجه الراجل عشان اجدد قال لي انت لو مشيت انا همشي. ياه. والله واقنعني فعلا ان انا اكمل، رغم انك تاخد قرار بنسبه كبيره جدا ان انا مش مكمل. ولكن اقنعني ان انا اكمل، وضحيت بحاجات تانية وعروض تانية. كان عندك عروض انا عارف. لكن انا بقول انت كان عندك الجيش بدايه. لكن انا بقول الحمد لله يعني. صح ولا انا غلطان؟ يعني كان في كلام، اسمي كان محطوط في اكتر من نادي يعني، لكن ما فيش حاجه بشكل رسمي يعني، لكن اسمي كان موجود في اكتر من نادي يعني.
كنت عايز اضيف حاجه بسيطه بس. الاسماء اللعيبه احنا حاولنا في بدايه السنه الناس برضو اللي بتكلم على اللعيبه. هو انا ما عنديش امكانيات اهلي وزمالك ان انت بتشاور اللعيب يجي النادي. يعني احنا السنه اللي فاتت بقول لك احنا استنينا اخر نادي في الدوري الممتاز اشترينا لعيب. مش اشترينا, اتعاقدت مع لعيبه, مضيت لعيب بالفلوس اللي انت عايزها وهو جاي عشان عنده هدف زي ما اتكلمنا من شويه. السنه دي برضو نفس الظروف. ايه الجديد؟ ما اتغيرش حاجه, بل بالعكس انا كنت بحط دوافع للعيبه اللي جاي اعمل زي اللي فات. تعال العب, اظهر نفسك كويس عشان تروح نادي اعلى. الجزئيه النادي هنا مش سالت حضرتك, يعني هل اللعيبه هي اللي خذلتك السنه دي؟ يعني انا بقول احنا كلنا كنا عامل مشترك, كله ما كانش موافق, كل المنظومه بالكامل. لان برضو احنا 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 خسرنا ناس بتدعم النادي. يعني ده جزء يخص مثلا اداره النادي. زي مين؟ رجال الاعمال اللي كانوا بيدعمونا, اللي كانوا معاك من اول السنه, اللي ساعدوك في كل حاجه وانت ما كانش, يعني احنا بدانا الموسم ما عناش اي حاجه ماديه, يعني ما فيش اي فلوس. اللي ساعدوك كلهم ناس بيحبوا اسوان, وناس من اسوان كلهم ناس محترمين. اسوان فيها رجال اعمال جدا, يعني انا عايز بالاسم اذكر لك بالاسم. في ثلاثه, الحاج ركابي. الحاج ركابي يصرف على النادي في الدوري الممتاز 100 سنه والله. والله الحاج احمد الكاجوجي من من رجال الاعمال. الحاج ركابي عايش في الامارات, والحاج احمد عايش في الكويت. يصرف على النادي 100 سنه كمان ما شاء الله. الناس دي كانوا موجودين معانا السنه اللي فاتت. احنا كنا بنشتكي, هم اللي يحلوا المشاكل. امال مشاكل اسوان كانت بتتحل ازاي؟ انا ما اعرفش والله. لا, مشاكل اسوان كانت بتتحل كده. معسكرات الحاج عبير عصام من سيدات الاعمال المحترمات اللي من اسوان, اللي بتساعد النادي في معسكرات, في اقامه, في سفر, في كل, يعني الناس دول التلاته دول بالذات. ده بخلاف الناس التانيه اللي بيدعموك نفسيا ومعنويا ومعاك على طول. اللي هم بيحبوا النادي فعلا. ماشي. لا دول معاك السنه دي مش موجودين من اول السنه. ايه اللي طفشهم؟ مش طفشهم, هو ان انت يبقى في لغه للحوار, تعرف ازاي تكسب الناس, تعرف ازاي تتعامل مع الناس او تكلم الناس. الجزء ده السنه اللي فاتت انا اللي كنت شايله. المفروض السنه دي, والناس من اسوان المفروض السنه دي اللي يشيل الكلام ده. واحنا كنا بنتكلم فيه من السنه اللي فاتت. اداره النادي طلبت من النادي, مش هقول ان دي طلبات, ان احنا حفله كرموا الناس. طبعا والله برافو عليك. صحيح, بقاء الفرقه في الدوري. وعلى شرف الناس دي لازم تحضر, وهات وسائل الاعلام والناس تجيلكم. لازم دول شركاء معاك في الانجاز اللي حصل. ما عملوش كده ليه؟ الانجاز مش العماد لوحده, ولا مجلس الاداره لوحده, ولا اللعيبه. ثانيه واحده, ما عملوش كده ليه يا كابتن عماد؟ ما اعرفش, دي الوقت, التفكير, الله اعلم. يعني دي برضو يعني, بس انا بقول لك من الحاجات اللي اتطلبت. يعني الفرقه محترمه, فيها لعيبه كبيره برضو, ما فيهاش لعيبه صغيره. مش كل اللعيبه صغيره, يعني مهاب سعيد موجود رأي كبير, حمد السيد, احمد شديد, احمد سعيد ميدو, عصام مساعد حارس المرمى مع رضا السيد لعب السنه اللي فاتت, عمر بسام من النادي الاهلي, محمد رزق من النادي الاهلي, سيد الشبراوي من النادي الاهلي, محمد البغدادي من النادي الاهلي, طارق العجمي من النادي المصري. يعني معاك لعيبه, انت برضو معاك عدد ومعاك لعيبه محترمه. يعني كابتن عامر يقدر يقعدهم في الدوري السنه دي ولا المهمه صعبه؟ ما فيش حاجه صعبه, يعني بقى ده فاضل دور وفاضل 50 51 بونت, وان شاء الله الماتش اللي جاي يعني بنتكلم في 54 بونت, لان اخر اسبوع عنده دجله. 54 بونت تقدر ان انت عايز من ال 54 بونت, انت هارد 10 بونت, يعني عايز 20 بونت. يعني ان شاء الله بتوفيق ربنا تقدر باذن الله. يعني لكن هو الموضوع صعب على الاربع خمس فرق يعني, لكن في امور تساعدك, اللي هي الماتشات اللي على ارضك زي ما حصل في مباراه المولين. لو كل الماتشات اللي في ارضك انت هتاخدها تقدر تقعد في الدوري. وده اللي خلانا قعدنا السنه اللي فاتت. احنا خدنا 6-7 ماتشات في اسوان, هم اللي قعدونا في الدوري. كابتن عامر اتكلم مع حضرتك في انا بتكلم مع كابتن عامر في كل حاجه والله, في كل حاجه. من اول يوم لغايه بعد ماتش المولين بتنور له الطريق في كل حاجه. كل حاجه ده انا بقول, انا بدات الكلام قلت لك ده يعني اخويا الكبير ووالدي. ده انا بصراحه على المستوى الشخصي هو بحبه جدا. ده اول واحد اكتشفني, هو عماد النحاس من اكتشافات الكابتن محمد عامر. الله. فوالدي طبعا. وبعدين اشتغلت معاه كمان, كان ليا شرف ان اكون معاه في النادي الاهلي 3 سنين في القطاع, في قطاع الناشئين في النادي الاهلي طبعا. لا حاجه محترمه جدا, من الناس اللي انا بحبهم على المستوى الشخصي. بقول لك والدي يعني بدون اي فصال يعني. صحيح. فانا معاه على التليفون لغايه بعد ماتش المولين وباركت له, حتى بعد ماتش الاسماعيلي اتصلت بيه وكلمته عشان الامور تهدى, وربنا كرمه الماتش اللي فات, وربنا هيكرمه ان شاء الله في الماتش اللي جاي ان شاء الله باذن الله. لسه مستمرين مع حضراتكم في الحريف, وضيف حضراتكم النجم الكابتن عماد النحاس. هناخد فاصل, وبعد الفاصل مستمرين مع حضراتكم.
لسه مستمرين مع حضراتكم في الحريف وضيفي وضيف حضراتكم نجم النادي الاهلي السابق كابتننا كابتن عماد النحاس. كابتن عماد بصراحه كده بصراحه يعني عشان بس نجيب من الاخر كتير. اسئله بقى رخمه بقى الاسئله الرخمه بقى الاسئله السخيفه. مظبط امورك مع وكلاء اللاعبين وسيستمها ولا عشان بس يعني تشتغل وربنا يكرم ان شاء الله ان شاء الله نشتغل. انا علاقتي كويسه الحمد لله بكل الناس والشغل ده من يعني رقم واحد هو من عند ربنا سبحانه وتعالى. فلو ليك رزق في اي مكان هتاخده مهما كان حد بيحاربك او بيشتغل ضدك. لكن دلوقتي الحمد لله انا مفيش حد بيحاربني ولا حد بيشتغل ضدي. ولو كان موجود فانا من دلوقتي بقول يعني حسبي الله ونعم الوكيل. صحيح. لو انت بتشتغل ضد او انت بتشتغل ضد اكل عيش حد يعني. لكن خلينا في السؤال اللي هو الاساسي. ما تقدملكش عروض في الفتره اللي فاتت دي. انا عارف بدايه الموسم كان عندك يعني انا عارف كان عندك ودلوقتي كان في يعني او في كلام او اسمك برضه زي ما هو عيد نفس الكلام مطروح. يعني اسمك مطروح في اكتر من نادي. ممكن في ان شاء الله في يناير. اكيد كله مستني اخر مباراه ومباراه الكاس عشان يبتدي يتغير. فهيحصل تغيير من الانديه مش هيغير عشان خاطر عمادي يعني. هو هيحصل تغيير في الانديه لو ليا نصيب اكون موجود في نادي فده شيء يعني يشرفني وهتبقى برضه مسؤوليه جديده عليك وترجع تكمل بقى شغلك يعني. انت عندك الحماس ان انت ترجع تكمل يعني بقى شغلك اللي انت بداته في اسوان يعني ان شاء الله وتكون في مكان باذن الله يكون يعني طيب يكون افضل يعني. هيبقى عندك اختيارات يا كابتن عماد انك تحط عينك على فرقه يبقى عندها امكانيه ان هي تنافس على يعني تبقى موجوده في الدوري الممتاز ولا رهان وانت ونصيبك وحظك؟ والله لغايه دلوقتي عشان ما فيش حاجه فمش يعني مش هقدر احط يعني جمله مفيده يعني في حاجه زي كده. لكن اللي هيجي لك في الدوري الممتاز في الوقت الحالي ان شاء الله في انتظار حاجه كويسه ان شاء الله يعني باذن الله يعني ان شاء الله. وبعدين الدوري دلوقتي بقى جزئين. الجزء خلاص الخمس فرق اللي فوق والخمس فرق اللي تحت يعني. فالامور باينه يعني. فربنا يكتب لنا الوسط يعني. لا ربنا يكتب لك الخير ان شاء الله رب. باذن الله. مين اللي هيقعد ومين اللي مين اللي هيقعد في الدوري ومين اللي هينزل؟ في شويه مؤشرات بالله. لا الماتش الاخير في ماتشات صعبه للشرقيه والتعدين واسوان ودول الثلاثه اللي هم تحت شرقيه تعدين اسوان بالترتيب وانت طالع. ايوه. والداخليه وطنطا هيلعبوا بعض. فالخمس فرق دول هم اللي فيهم اللي عليهم الكلام. طنطا النهارده في مكان كويس 15 بونت. عنده مباراه في ارضه مباراه مهمه مع ضيف تقيل برضه عليه واداره فنيه جديده كابتن اشرف قاسم. أيوة. وثلاث تعادلات كابتن اشرف عامل شغل كويس. ثلاث تعادلات مع ثلاث فرق كبار المقاولين والاسماعيلي ودجله. المباراه دي هتحدد بشكل كبير يعني هتروح فين المباراه. تعادل طنطا على ملعبه فريق شرس يعني باستثناء المباراه اللي خسرها اعتقد. هو خسر التعدين خسر التعدين وطلع كسب دجله والشرقيه. فانا بقول لك ده سلاح. الماتش اللي على الارض ده سلاح. لكن دي الماتشات اللي هي فيها 6 بونت. ان النهارده لو طنطا قدر يكسب الداخليه بقى 18 بونت يبقى خلاص يعني بينهي الدور الاول بشكل كويس جدا. بيبقى قريب وعايز عدد النقط اللي عايزها الدور الثاني او عدد النقط اللي عايزها الدور الثالث تبقى قليله. مين اكتر فرقه عجبك من الفرق اللي صعدت؟ ما انا قلت طنطا. انا قلتها من بدري يعني. حتى طنطا لما كان 9 بونت قبل ما يكسب الماتشين اداء شبه ثابت. انا كان عاجبني حاجه واحده بس الفرقه الوحيده اللي في الخمسه اللي تحت اللي ما غيرش كابتن خالد عيد. رغم ان تقدم بستالته اكتر من مره لكن الترابط اللي فيه مجلس الاداره واصحاب القرار اللي احنا كنا بنتكلم فيه من شويه هي دي اللي وصلت طنطا. الدكتور فايز عريبي صاحب رؤيه يعني عنده راجل اشتغل يعني. وراجل هو اللي صعد بالفرقه من السنه اللي فاتت وهو اللي مكون الفرقه من اول الموسم هو اللي عارف كل كبيره وصغيره. على فكره بعد ما قدم استقالته الماتش اللي بعديه كسب الكابتن خالد عيد. يعني دي الحياه اللي هي فيها الروح الكويسه دي اللي تجمع اللعيبه مع بعض وتبقى روح واحده هي اللي تكسبك اللي هي روح الجماعه. مجلس اداره قلبه على الفرقه عايز الفرقه تكسب. الجهاز الفني اللعيبه اكيد جمهور طنطا. فتلاقي طنطا مختلف عن الخمس فرق فيهم لعيبه كويسه جدا. الداخليه فيها لعيبه كويسه جدا. الشرقيه فيها لعيبه كويسه جدا ولعيبه خبرات. اسوان فيها لعيبه كويسه جدا. التعدين برضو نفس الكلام. يمكن الوحيد اللي ينقص عنهم شويه هو التعدين لانه برضو يعني يعني محتاج لعيبه كتير وعنده اماكن فاضيه كتير لانه ما جابش يعني يعني الوحيد اللي ما كانش التدعيم يعني. لكن الشرقيه دعم بشكل كويس. اسوان الحمد لله دعم بشكل كويس. طنطا برضو عنده من الخبرات يعني. طنطا عنده كذا لعيبه. عنده ميدو جابر وعنده جوده عنده شويه لعيبه حلوين. عنده حسام غالي وعنده محمود غالي. وخلينا برضو نقول ان انت هتجيب بونت
عشان تعرف تقعد في الدوري ولا لا. هي هي الدنيا كده يعني. هتسرق كمان في 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 بنظمة السرق كده في الماتشات بتاعتك ان انت تطلع كدا. تجيب ماتشين بره ستة بونت دول ب 12 بونت مش بستة بونت بس يعني. صحيح. ان انت من تسعة مكسب ماتشين ورا بعض رفعوك من 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 المنافسة على البقاء في الدوري. ان انت بقول لك انت بتاخد خطوة ان انت تقعد في الدوري. رأيك ايه في اداء الاهلي الموسم ده؟ من اول البداية لغاية النهاردة اداء كويس جدا، افضل بكتير من السنة اللي فاتت. اداء متصاعد بحد كبير. يعني في فترات قليلة اللي كان فيها اللي هي فترة التعادلات، لكن رجع تاني للمكسب. انت لعبت الاهلي السنة دي ورجع. لا الفرقة زي ما يبص الاهلي والزمالك عندهم من اللعيبة بسم الله ما شاء الله يعني. الفريقين. سؤال يا كابتن عماد، مثلا لما مدير فني مع فرقه يعني على حسب امكانياتها يعني، عشان بس ما يبقاش فيه تقليل من حد، انه كلهم لعيبه محترمه وكلهم 11 راجل بمعنى اصح يعني. انا بقفل مفاتيح لعب ازاي على فرقه زي الاهلي يعني؟ يعني بتمسك الفرقه كده وتمسك ال 11 لعيب اللي هيلعبوا، هقفل عليهم ازاي؟ ولا هتعمل ازاي؟ ولا انا هقفل انا من مساحاتي واقرب واحد يمسك اقرب يعني؟ لا بتشتغل على حسب انت يعني. اكيد الاهلي والزمالك عندهم مفاتيح لعب كتير، اكتر فرقتين عندهم مفاتيح لعب. اي لعيب في الفرقتين دول مفتاح لعب. كل الفرق اللي بتلعب دايما الاهلي والزمالك بيلعب معظم الفرق اللي لعبت بيقفل كويس، بيقفل مساحات على اللعيبه كويس، بيلعب على الهجمه المرتده كويس، بيلعب على الحاجات الثابته كويس. حتى الماتشات اللي اتعادل فيها النادي الاهلي خاصه مباراه الاتحاد اللي كان متاخر فيها وتعادل، برضه هجمات مرتده او من كور ثابته. الانتاج امبارح هو بيلعب الزمالك مهما بتحاول تقفل برضه لغايه الدقيقه 79 برضه يجي في الجون. بيفرق معاك برضه انت بتلعب النادي الاهلي او الزمالك، تقدر انت تجيب جون ولا هيجي في الجون. هتبقى مشكله زي ما انت شفت النهارده مثلا الالومنيوم لما يجي في الجون والتاني بدري، تبص تلاقي الامور بالنسبه لك وانت بتلعب فرقه كبيره ما عندوش احنا جبنا جونين فخلاص الماتش خلص. لا الاهلي والزمالك برضه دي مشكله وانت بتلعبهم، مفيش حاجه اسمها الماتش خلص والنتيجه واحد او اثنين. الاهلي غير الزمالك، معلش في الجزئيه دي معلش. السنه دي ولا قبل كده؟ لا الاهلي فيه سمه كده غير الزمالك. الاهلي لما بيقدر بيفتري، لا يعني لما بيقدر بيدوس، ما عندوش بقى كمل 2 3 4. الزمالك ما عندوش كده، الزمالك يعني 1 2 3 وتلاقيه وقف على كده واحنا كسبنا، يقعدوا بقى ايه يلعبوا يعني يلعب كوره بقى. يلعب كوره بقى، يبتدي يلعب كوره واخد بالك ازاي. الاهلي لا بيدوس ما يعني زي القطر يعني. لا بس بقول لك يعني السنه دي في طعم مختلف للدوري. يمكن الزمالك لما يخلص المؤجلات صح، مش تحس ان هو ده ستايل يعني ده ستايل اللي جبل عليه الاهلي والستايل اللي طلع عليه نادي الزمالك اكيد يعني. انا معاك في الراي يعني، بس السنه دي الدوري يعني المقصه كمان خلى للدوري طعم يعني. التلات الفرقتين هيكسبوا لما الزمالك يخلص المؤجلات، هتعرف الدنيا ماشيه عامله ازاي مع الاهلي والزمالك. والمقصه ضاغط على 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 الفريقين. زائد كمان المصري استاذ علان قوي اللي هم عملوه في المقصه، مشوا نانوكو هيفرق كتير. هو اكيد لعيب كويس وهداف الدوري وهداف الفرقه مع احمد الشيخ، ولكن اسلوب لعب كابتن ايهاب جلال عنده لعيبه ويعرف يصنع عند احمد عبد الظاهر ويقدر يجيب فرو الثاني في 9 اجوان في الوقت ده. نعم طبعا بفلوس كتير يعني. مليون ونص دولار دلوقتي رقم اضرب في كام دلوقتي؟ بكام دولار الوديعه بتاعتك؟ اخبارها ايه دلوقتي بالدولار؟ الحمد لله والدولار بكام؟ معانا 200 دولار عايزين نغيره تقريبا ب 20 جنيه دلوقتي. لا رقم ده دلوقتي رقم رقم يعني رقم، ولكن عجبني جدا شغل الكابتن ايهاب جلال، وعجبني جدا شغل الكابتن حسام حسن واصرارهم والضغط على الناديين الكبار النادي الاهلي والزمالك. الامكانيات هنا مختلفه، الامكانيات الماديه وممكن تكون كمان امكانيات اللعيبه، لكن صحيح. مع الشغل اللعيبه مختلفه صحيح، مع الشغل عليك. والتعب والمجهود اللي مبذول في الناديين دول بالذات لا الفروقات قليله برضه، بدا يقلل الفروقات اللي ما بينهم وبدا يعمل لك ماتشات جامده انت بتقعد تستناها. تستنى الاهلي مع المصري، الزمالك مع المصري، الاهلي والمقصه، الزمالك مع المقصه، تقدر وده هيخش الدور الثاني. الوقف بس هو انا كان برضه ليا وجهه نظر في ان التوقف الدوري زي ما هيفيد ناس هيضر الناس. هيضر الناس صحيح. اللي ريتمه عالي قوي هنضر يعني اللي انا عمليه صعبه يعني. انا يعني اتمنى توفيق الكابتن ايهاب، وان هو الفتره دي هتبقى صعبه جدا فتره التوقف دي على فرق زي المقصه. على الاهلي والزمالك لا، لعيبه الاهلي والزمالك شغالين في المنتخب وهيروحوا كاس امم، واللي مش واللي مش موجود هيرتاح وهيتمرن ويعمل ماتشات وديه طبعا. لكن على فرق زي المقصه بالمكاسب اللي هو فيه النهارده 12 فوز
تقريبا كان في احصائيه ان ال 12 فوز ده كان اجمالي 12 مكسب السنه اللي فاتت وكسبه مستناد في الدور الاول. فمع فرقه زي كده عنده طموح واصرار ان هو يكمل ممكن التوقف ده يهمله شويه بلغه الكوره يعني. بل حضرتك برضه انت قلت نقطة مهمة جدا على موضوع ان انا بقول لما انا كنت بتكلم معاك في الجزئية دي هي طريقة فعلا الكابتن ايهاب جلال ما بتعتمدش بس على راس الحربة اللي هو راس يعني عنده عبد الظاهر بس انت بتتكلم في يعني لعيب جاب 9 تجوان وبيخطف يعني هو كمان خطاف هو في ميزة انه اكتر من ماتش لا هو فرد محترم اكتر من ماتش خطف خطف المقصة جوان يعني بس طبعا واضح انه بالامور اللي زي دي بيبقى يعني المدير الفني فيها بس لو هيمشي انا متخيل برضه ان في حد هيجي مكانه وممكن يبقى حد قوي برضه يعني انت هو طالع اعاره بنيه البيع فنص مليون دولار فوافي فوافي ده شافوه في الماتشات اللي كانوا بيلعبوا لما لعب ضدهم يعني حتى برضه العين اللي بتشوف في المقصة بتجيب لعيب كويس لما خد برضه ان هو يخطف ايريك من معظم الانديه اللي كانت بتتكلم على ايريك تراوري وبدا يصنفه بشكل كويس في الملعب ويغير حتى كمان من مكانه فده برضه شغل مدرب. فاكيد حد هيجي مكان نانا بوكويا. ايه الفرقه اللي يعني مع كامل تقديرنا واحترامنا لاي مدير فني موجود فيها بس الفرقه اللي كابتن عملنا حاسس يحب يمسكها يحب يمرنها؟ اي فرقه اي فرقه في احنا قلنا في المتوسط يعني ان انت يكون عندك امكانيات تعرف تشتغل وعندك امكانيات لعيبه في فرقه احنا ما اتكلمناش عليها عندهم امكانيات لعيبه وعندهم امكانيات نادي. يعني انت تحسب من سموحه لانبي للمولين لبتروجيت لا في انديه الاتحاد في انديه موجوده ممكن في الدور الثاني هتلاقي الـ 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 الدنيا اختلف. الدنيا اختلفت طبعا. ايه رايك لو شلنا الانديه اللي هي انديه المؤسسات وانديه الشركات من الدوري؟ الدوري بشكله كويس ولا وحش؟ هترجع للدوري الجماهيري اهلي زمالك اسماعيلي مصري وتبدا المنافسه من هنا تاني. ما احنا خلينا برضو هنا برضو في وجهه نظر انديه الشركات والمؤسسات لما دخلت في المجال ادت انتعاشه للمجال وادت احتراف وادت لعيبه ورفعت سوق اللعيبه ودخلت فلوس وعملت مجموعه كتير طبعا كمان من اللعيبه ولكن في نفس الوقت هي ضرت مين؟ لان قطاع زي قطاع مثلا ام بي طلع لعيبه كتير جدا من الدوري المصري ضر مين؟ ضر الانديه الجماهيريه دلوقتي ما تقدرش تقول كلمه ولاء وانتماء خلاص الكلمه دي يعتبر شبه دار الانديه الجماهيريه لان الانديه الجماهيريه معلش يعني مفيش دعم مفيش فلوس مفيش امكانيات المصري نادي كبير بيشتكي الاسماعيلي نادي كبير بيشتكي الاتحاد نادي كبير بيشتكي نادي بطولات نادي بطولات وجماهير وعنده من الدوافع اللي توصله ينافس على الدوري زي ما كان بينافس على الدوري لكن من غير امكانيات ماديه من غير ما تشتري لعيب الامور بتبقى صعبه جدا وكمان ما تقدرش تحافظ على اللعيب اللي عندك يعني دي برضو مشكله تانية وما بتقدرش تقف قدام رغبات اللعيب اللي عندك انه عايز يمشي عايز يروح الاهلي والزمالك عايز يطلع احتراف فدي بالنسبه لك عامله لك مشكله لو اتلغت يعني خليني بس بتكلم معاك في الجزئيه دي من جزئيه جدليه طب هيبقى في دعم ولا مفيش دعم لمين انت لغيت انديه المؤسسات هتخلي انديه جماهيريه في دعم ولا مفيش دعم ولا يبقى الحال ما انا قلت لك هيبقى الترتيب زي ما هو برضو هيبقى نفس المنافسه برضو هي فرقه جماهير مش من جماهير احنا بنلعب لا يعني انا اقصد في المنافسه في شكل الدوري هترجع زي الاول ما بين اهلي وزمالك والاسماعيلي والمصري والاتحاد هي برضه طول عمرها كده طيب بس كده حتى لما الانديه الجماهيريه حتى لو الانديه الشركات بتخش برضه ما بتوصلش حاجه انديه الشركات والمؤسسات خدت منك المراكز الثالث والرابع اللي بتوصلك افريقيا بالظبط صحيح يعني انت بتحسب انبي فتره وتاخد منك كاس زي حرس مثلا زي الحرس والانبي واخد منك وياخد بطوله ياخد واخد ثلاث بطولات الحرس اثنين كاس والسوبر صحيح انبي بطولتين كاس وصول الاتحاد للنهائي مع انبي في سنه من السنين ف دجله وصل لنهائي الكاس مع الزمالك دجله فالامور برضو خلينا دجله ده هو النادي الوحيد المحترف دجله خلينا نقول إن هل احنا عندنا احتراف بشكل كامل ولا انصاص احتراف او صحيح فهي دي بس هي المشكله يعني رايك في اداء بقى الزمالك في مقابل اداء النادي الاهلي اللي احنا بنتكلم خاصه ان احنا على اعتاب مباراه قمه ان شاء الله باذن الله يوم 29 اذا اتلعبت في ميعادها يعني اكيد الفرقتين عايزين يلعبوا يعني لو في مصلحه للمنتخب والمباراه اتاجلت يبقى لمصلحه منتخب مصر يعني لكن مش لمصلحه الناديين يعني الناديين اكيد عايزين يلعبوا المباراه الزمالك تغيير المدربين ادى في البدايه عدم استقرار لكن دلوقتي انا بشوف مع كابتن محمد حلمي لا في استقرار وفي مكسب ثلاث مباريات ورا بعض برضه يمكن ما حصلش في اول الدوري في ثلاث مباريات مكسب ورا بعض عنده مؤجلات لعب منها مباراه هيلعب مباراه ثانيه مع الشرقيه يوم السبت دخل المربع بقى 31 بونت الماتش اللي جاي لو كسب الشرقيه هيبقى عنده 34 بونت هو بيلعب النادي الاهلي 42 بيلعب 34 اللي في النص
المقصة، عشان كده بقول لك المقصة هيستفيد من ضغط الناديين على بعض في في المباريات اللي ليهم، ويقدر لو هو فضل ماشي بالمكسب هيفضل دايما ضاغط على على الناديين. منافسة الأهلي والزمالك السنة دي هيبقى ليها طعم مختلف. اللي من وجهة نظر حضرتك بعد ال 15 أسبوع دولت فارق ما بين الأهلي والزمالك في كرة كل فريق؟ لا أنا بقول لك الأهلي عشان في استقرار من أول السنة، والنتائج واضحة من أول الموسم، خمس ماتشات مكسب، بعدها تعادلين، بعدين يرجع يكسب ثلاث أربع ماتشات، وبعدها تعادل إنبي، بعدين يرجع يكسب خمس ست ماتشات، فالأمور بالنسبة له ماشية. للأسبوع ال 16 لما تحسب للنادي الأهلي 13 فوز وثلاثة تعادل. الزمالك أنا بقول لك البداية بس، تغيير المدربين بداية من كابتن مؤمن سليمان لوجود الكابتن محمد صلاح، والنهارده الكابتن محمد حلمي. حصل كام تعادل في للزمالك في ال 13 ماتش اللي لعبهم؟ كسبان تسعة وتعادل أربع مباريات. الأربع مباريات دي مشت مثلا كابتن مؤمن سليمان، فرقة الزمالك مشت الكابتن محمد صلاح، فرقة الزمالك مع كابتن محمد حلمي ثبات التشكيل مع الهدوء والاستقرار اللي فيه النادي حاليا بعد وجود الكابتن محمد حلمي ادى شكل مختلف عن بداية الموسم. طيب شايف شخصيا لكن مش في الاداء، عشان برضو ان اكيد الكابتن مؤمن سليمان كان محطوط في وقت صعب جدا، وصل لنهائي افريقيا، خد بطولة الكاس، وكسب الاهلي، كسبان النادي الاهلي في نهائي الكاس، وعمل شغل محترم وماشي، مش ما فيش خسارة في الدوري، وخسر في افريقيا بس، لو ادى بشكل كويس، ومن المدربين المحترمين مؤمن سليمان. ولكن ظروف النادي وظروف ان هو يمشي ازاي دي حاجه تخص نادي الزمالك يعني، مش عماد هو اللي هيتكلم فيها يعني. ولكن احنا بنقول بس وجهات النظر يعني. قدر نادي الزمالك يصل الى شخصيته يعني؟ لا لسه، دي الجزئيه اللي انا عايز اشرحها بس، او البسيطه، ان الانسجام مع تغيير المدربين كان لسه يعني، انت لسه عندك لعيبه كتير، جايب لعيبه كتير السنه دي، عندك كام صفقه السنه دي انت جايبهم من بره، 15 او 16 ممكن يوصل 17 لعيب، اثنين من انبي واثنين من المقصة او ثلاثة من المقصة ومن الاسماعيلي اثنين، يعني جاب لعيبة من 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 اماكن كتير جدا. الزمالك جاب كوكب المجرات فانت عشان تجمع اللعيبة دي بشكل، ادائك ازاي، الانسجام هيكون عامل ازاي، كان في فرقتين، فرقة بتلعب في افريقيا مع مؤمن سليمان، وفي فرقة بتلعب بدأت الدوري. صحيح. النهارده عشان كده بقول لك الاستقرار بدا مع كابتن محمد حلمي، خلاص كل تركيزك فين؟ في ماتشات الدوري، فتقدر تثبت لعيبه، خلاص اللي كان بيلعب في افريقيا وعنده تعب وعنده اجهاد بدا يخش مع لعيبه الدوري، فبدات تشوف شكله قوام اساسي في الملعب. التغيير يكون في واحد في اثنين، تبتدي بايمن حفني، يقعد ايمن حفني، تلعب باثنين في نص الملعب، تلعب بثلاثه في نص الملعب، خلاص بقت انت بتوصل للي انت عايزه من خلال النتائج، ان انت تكسب وتبدا تثبت التشكيل، تبدا تلعب بيه. النهارده انت بقيت عارف ان علي جبر مع محمود حمدي الونش، ان هما دول الاثنين المستوبرات اللي في الجنب اليمين، كان عندك شويه حسني فتحي مع مع حسني مع اسامه محمود، ممكن اسامه ابراهيم سوري تلعب مين اكتر؟ حسني هتلاعب مين في الجنب الشمال؟ خلاص انت بعد اصابه علي فتحي بقى ناصف هو اللي موجود. نص الملعب كان عندك مشكله، طارق حامد وابراهيم صلاح ومعروف واحمد توفيق دلوقتي ودونجا، خلاص بقى برده تعرف انت بتلعب مين. الجزء الامامي كان عندك اربع خمس لعيبه، سته، باسم، مايوكا، شيكابالا، ايمن حفني، محمد ابراهيم، احمد رفعت، استلي، عندك سبعه، هتلعب باربعه ولا هتلعب بثلاثه؟ فدلوقتي انا بشوف ان انت خلاص بدات تعرف مين اللي هيبقى موجود. النادي الزمالك محتاج يلعب ماتش الاهلي ده بثلاثه في نص الملعب برضو، هو على حسب الفكره. كابتن حلمي بقاله فتره بيلعب بثلاثه، لا والنادي والنادي الزمالك خد الدوري والكاس بثلاثه في نص الملعب، ثلاثه في نص الملعب مش هي، على حسب انت عايز ايه من المباراه، طريقه مختلفه، انت عايز ايه من المباراه، هو تنفيذ اللعيبه بس يا ابراهيم، هو تنفيذ اللعيبه في الملعب. سيبنا من الشكل، احنا دايما حتى احنا كمدربين بتتكلم في الشكل 4 2 3 1 4 3، ان اللعيبه تنفذ ايه، هي ولا 4 3 3 طريقه دفاعيه، ولا هي طريقه هجوميه، ولا 4 2 3 1 طريقه هجوميه بس، ولا لا، انت هتدافع ازاي وتهاجم ازاي، الفرقه هبتدي دفاع منين، هقطع الكره فين، هبدا اشتغل على ايه، على النادي الاهلي، او انا كنادي اهلي هبدا اشتغل على ايه، على نادي الزمالك مثلا، اذا كنت انا هزود مثلا لعيب في نص الملعب، فبالتالي عشان عامل زحمه في نص الملعب، عشان تقطع الكوره، عشان اقطع الكوره، بعد ما تقطع الكوره هتهاجم ازاي، فده اللي انا بقول لك عليه. وتقطع الكوره فين؟ انت هتلعب بثلاثه، مستني تقطع الكوره في نص ملعبك، ولا هتقطع الكوره في نص ملعب الاهلي؟ ما انت ممكن تلعب بثلاثه وتعمل ضغط عالي، تقطع الكوره في نص ملعب الاهلي، صحيح، مش شرط ان انت بتلعب باربعه ثلاثه وقدامهم فرود ان انت تقطع الكوره في النص الثاني، لا، ما انت ممكن الثلاثه لو رجعوا خطوتين ثلاثه ورا على نص الملعب، يبقى انت بتقابل الزمالك من على نص الملعب. هي فبقول لك سيبك من طريقه اللعب، اي طريقه لعب، اهم شيء انت هتنفذ ازاي طريقه اللعب. المدير الفني عايز ايه من طريقه اللعب،
بس فانت هتهاجم ازاي؟ ايه نقط القوه والضعف اللي انت تشتغل عليها في الفرقه الثانيه؟ المنافسه. هسالك هتستغل اسوري هتستغل فضل. الكلام ده ازاي؟ من خلال اختيارك للتشكيل اللي هينفذ لك طريقه اللعب. طيب انت دلوقتي هتلعب دورين، مره دور مدير فني الاهلي ومره مدير فني نادي الزمالك. لو انت مدير فني النادي الاهلي عايز تكسب الزمالك تعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ هنا في ثوابت وهنا في ثوابت. خليني بس حتى لو انا مش هنا او انا لو هنا ماشي. انت برضه هتثبت نفس الناس ونفس التشكيل 4-2-3-1 لان ماشي. انت من اول الموسم بتلعب كده، فمش هيجي في ماتش الزمالك تقدر تغير. لكن ممكن تغير في الافراد. 4-2-3-1 ده الاهلي، ده الاهلي. انت هتغير في الافراد بس. هتبتدي بمحمد هاني باك رايت وتخلي احمد فتحي مع حسام عاشور اللي هم لاعبين اخر 3 ماتشات، واحمد فتحي في نص الملعب كان اضافه قويه، ولا احمد فتحي تقول اروح للخبرات. احمد فتحي يروح في الباك رايت ويبقى عنده حسام غالي جنب حسام عاشور، يبقى انت كده رحت للخبره. احمد فتحي في المكان ده كويس وبيأديها بشكل كويس، احمد فتحي قوي في الاثنين، فهتيجي على حساب محمد هاني. هل حسام عاشور يبقى قاعد معاك وانت معاك بديل كابتن الفرقه يبقى معاك بره بديل ينزل في اي وقت برضه يغير لك من شكل المباراه، يغير لك من ريتم المباراه؟ لان معروف ان حسام غالي من اكتر الناس اللي بيكمل ورا عبد الله السعيد ومن اكتر الناس اللي بيشغل عبد الله السعيد. هل اختيارك في الثلاثه اللي قدام هيكون عبد الله ومؤمن ووليد؟ لا، عبد الله الوحيد اللي بيتحط عليه. ما انا بقول هتحط مين اللي على يمينه وعلى شماله؟ انت خلاص النهارده بدات تكسب مروان محسن. حقيقه بدا يخش معاك فيروت في الخط الامامي، وعمرو النهارده مكسب، وعمرو النهارده وعماد يعني واجاي برده، ولا اجاي برده مكسب. فانت هتشتغل ازاي؟ فده برده لما يكون عندك كل الناس دي، الجاهزيه اللي بيعملها الكابتن حسام البدري واللي انا سمعت سيد بيتكلم فيها، ان انت بعد الماتش الرسمي بتلعب ماتش ود عشان تجهز الناس، وده شفناه في مباراه النهارده. شفنا النهارده محمد حمدي زكي ما شفناش من اول السنه. صحيح. ميدو، صالح جمعه، تطمن على اللعيبه، تطمن على رامي، تشوف اكرم ربيعة، تطمن على رامي، يعني تطمن على كل مفاتيح اللعب عشان تروح لمباراه الزمالك وانت جاهز. وانا بقول الله يكون في عون الكابتن حسام لما يكون عنده فوق ال 20 22 23 لعيب جاهزين للمباراه. ميزه وعيب برضو. لكن على الاقل بتبقى انت شغال وانت حيره برضو حلوه يعني. طبعا مرتاح. انت برضو مرتاح شغال وانت مرتاح عندي. هشتغل بقى ازاي؟ هبدا افكر براحتي. غير لما تكون شغال وانت حاسس ان انا فلان غايب فلان غايب فلان غايب، فانت عندك دول. ودي انا بقول الكابتن مؤمن سليمان في ماتشات افريقيا كان كده. انا عندي 14 لعيب هغير في ايه؟ الناس بتلومه على ماتشات افريقيا. طب هو كان هيغير في ايه؟ كان عنده لعيب مثلا ما لعبش، غير مكان لعيب بلعيب، فالظروف حكمت عليك كده. نفس الكلام في الزمالك، الكابتن محمد حلمي الثلاث ماتشات فيه ثلاثة في نص الملعب. ماشي. هتغير في طارق حامد كده بقى خلاص ايه يعني؟ هتغير في طارق حامد وابراهيم صلاح ومعروف ودونجا او دونجا. برضه هتحتار حيرة. انت تلعب مين؟ برضه على حسب انت الفرقة اللي قدامك. وانت هتقفل على مين في مفاتيح اللعب؟ في الناحية الثانية. طب بعد ما تقفل على مفاتيح لعب والكرة معاك هتشتغل مين؟ مين هيشتغل؟ مين عملك في الجزء الأمامي؟ مين أخلالك الزيادة العادية؟ هل انت دور معروف ان هو اللي هيكمل ورا الناس، ولا دور ابراهيم صلاح بعد لما شفنا بيجيب جون الماتش اللي فات بدماغه؟ فهي على حسب المدير الفني عايز ايه؟ التلاتة اللي قدام استلي وشيكابالا وباسم، ولا شيكابالا وأيمن حفني وباسم، ولا ممكن تلعب بواحد تحت الاثنين؟ على حسب انت برضه نادي الزمالك وفي الوقت الحالي بقى عنده من اللعيبه اللي خليه واعد الكابتن محمد حلمي يفكر براحته. شيكابالا فايق يعني، شيكابالا فايق طبعا في افضل حالاته. والكلام ده انا لسه قايله من يومين، ان شيكابالا بيمر بمرحله. شيكابالا بتاع زمان بيحاول يرجع نفسه. صحيح. بقى عنده الرغبه في اللعب اعلى، بقى عنده لياقته البدنيه بقت افضل، واكيد بيتعب في التمرين وبيشتغل كويس عشان كده ربنا بيه. كويس على زمايله. طبعا كويس قوي على زمايله. مش هيوصل للحاله دي من فراغ. اكيد شغال كويس، بيتمرن كويس، فتوفيق ربنا مش هيجي لك وانت قاعد في البيت ابدا. لكن اكيد ده شغله وتعبه، فربنا ده ماتش حلو ولا ماتش من الماتشات اللي يعني؟ لا انا اتوقع ان تكون مباراه حلوه، اتوقع ان تكون مباراه حلوه وفيها متعه للناس وفيها كوره، وده اللي احنا مستنيينه. انا واحد من الناس مستني ان انت تشوف كده. العناصر اللي موجوده والامكانيات اللي موجوده في الناديين النهارده تخليك تبقى قاعد ما تشوفش مباراه مقفوله، تشوف مباراه مفتوحه فيها. لو مباراه مقفوله يبقى انت بتتفرج على اثنين مدربين وتشوف فكر اثنين مدربين، مباراه مفتوحه برضه هتشوف فكر مدربين وامكانيات لعيبه. وفي الاخر الكسبان هنقول له مبروك، والخسران هنقول له هارد لك. ماتش في ثلاث نقط بس يعني، عشان برضه الناس اللي بتتكلم على ماتشات اهلي وزمالك والامن، الماتش في بيتروسبورت ولا روح يا جماعه، في الاخر ده من اقوى الديربيات اللي موجوده في الشرق الاوسط، وزيه زي ما بتتفرج على معلش على ريال مدريد وبرشلونه. يعني لو احنا اسبانيا احنا مصر. بالنسبه لنا اهلي وزمالك زي اسبانيا ما بالنسبه له ريال مدريد وبرشلونه. صحيح. ما عندهم ديربيات كتير. لكن ريال مدريد وبرشلونه موضوع مختلف. فاحنا هنا دلوقتي بقى عندنا ديربيات كتير. لكن برضه اهلي وزمالك الموضوع مختلف. اهلي وزمالك هو الاعلى. صحيح. كابتن عماد للاسف الوقت جري بينا. شوف احنا كنا بنتكلم انه يعني الاسئله كتير. اسئله كتير والله، لسه في اسئله كتير جدا. شوف انا يعني الوقت احنا كان فاضل لنا المنتخب، وبنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. صحيح. في الفتره اللي جايه، ان الفتره اللي جايه فتره منتخب في, في 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 كاس الامم، ونرجع للفرحه بتاعت 2006 و2008 و2010 ان شاء الله. والواحد متفائل خير للمنتخب، عندنا مجموعه من اللعيبه محترمين جدا،
ويوصلونا ان شاء الله لكاس العالم ويفرحوا الشعب المصري باذن الله. بشكرك كابتن عماد انك شرفتنا ونورتنا وقبلت الدعوه، واشوفك دايما رب في افضل حاله، واشوفك رب دايما مكسر الدنيا يا رب حبيبي. بشكرك شكرا. انا بشكرك جزيلا. ودايما وشك حلو عليا، وان شاء الله في يناير نكون في مكان كويس باذن الله. يا رب اللهم امين يا رب. بتمنى لك التوفيق وبتمنى للقناه ان شاء الله مزيد من التالق والازدهار ان شاء الله. ربنا يخليك يا رب كابتن عماد النحاس نجم النادي الاهلي المدير الفني السابق لاسوان. دي كانت حلقتنا النهارده من الحريفه. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. بشكر فيا عمل بالكامل. بكره ان شاء الله باذن الله في نفس الميعاد حلقه جديده من الحريفه. اشوفكم على خير وتصبحوا على الف خير. السلام عليكم.